بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير والمحبة والجمال، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، صباح الأمل في كل ما يعني هو مقدر لنا، وبإذن الله يكون دايما يا رب كل حاجة متقدرنا بالخير. رب الخير لا يأتي إلا بالخير، ولعلنا في كثير من الأمور والأحيان لا نعي ولا نستوعب بحكمة الله، ولكن في النهاية مؤمنون بالله تعالى وبقضائه وقدره في كل الأحوال. يا صباح الخير على حضراتكم، النهاردة يوم الحد 6 فبراير 2022، تمام 8 صباحا الآن. إن شاء الله نكون مع حضراتكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة، إن شاء الله يكون معنا فقرات كتيرة وجديدة وحلوة وتنال إعجاب حضراتكم. بصبح على حضراتكم وعلى كل زملائي في هذا الصباح، والتحية موصولة إلى زميلي همام. صباح الفل. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليكم مشاهدينا الأعزاء في مصر والوطن العربي، متابعي ومشاهدي هذا الصباح على إكسترا نيوز. النهاردة حلقة يوم الحد 6 فبراير 2022. 6 فبراير هو موعد تاريخي، هو تاريخ سنتذكره لأعوام ربما قادمة في حالة فوز المنتخب المصري النهاردة بكأس الأمم الأفريقية. المنتخب النهاردة على موعد مع التاريخ، المنتخب النهاردة على موعد مع الثامنة، مع البطولة الثامنة في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية. في تمام الساعة 9 مساء ستبدأ المباراة الفاصلة والفارقة، والتي من خلالها سيتحدد بطل كأس الأمم الأفريقية عندما يلتقي المنتخب المصري مع المنتخب السنغالي القوي في هناك في ياوندي في الكاميرون. الحقيقة خلاف البداية النهاردة هنتكلم، أو عندنا عدد من الفقرات المختلفة والمتنوعة، عندنا فقرة رياضية متخصصة هنتكلم فيها عن المنتخب المصري، نبارك برضو للنادي الأهلي فوزه مبارح على مونتيري وصول نصف نهائي أو نصف نهائي كأس العالم للأندية. هيكون عندنا تفاصيل متعلقة بالتشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري، توقعاتنا من المنتخب المصري، واللي بنأمل وإن هو يحقق نتيجة إيجابية ويفوز بكأس الأمم الأفريقية. إحنا بالنسبة لنا كجمهور مصري حاسين المنتخب عمل اللي عليه في كل المباريات اللي فاتت من بداية البطولة، يمكن ما كانش قوية منا، لكن مع دور الـ16 دور الـ8 قبل النهائي صحيح. المنتخب أدى بشكل قوي وبشكل متميز، وكان عنده روح وكان عنده أداء رجولي وكان عنده إصرار وعزيمة أنه يحقق المكسب. النتيجة في النهاية بإيد ربنا ونعم بالله طبعا. لكن إحنا عاوزين يستمر هذا الأداء صحيح. المتميز من المنتخب. عايزة برضو أقول لك على حاجة خد بالك منها، وإحنا بجد احنا دايما في المباريات تحديدا كره القدم، يعني بما ان هي اكتر يعني لعبه في العالم الناس بتهتم بيها، انه عاده لما المنتخب بيلعب كويس او مش بيلعب كويس بيحقق فوز بنطلع السما بيه. لا قدر الله نخسر في ماتش او حاجه، على طول نرجع نقول لا بس اصله هو ما لعبش وهو ما عملش، وده طول الوقت. وعلى فكره مش بس عندنا في مصر، يعني حتى في الدول كتيره جدا لما بنتابع ردود افعال الشعب عندهم على المنتخبهم لعب ازاي لو ما كانش كسب بنلاقي برضو كده. فاللي همام بيقولوا انه فكره ان احنا يمكن في الاول خالص بدايه بطوله كاس الامم الافريقيه كنا شايفين ان في شويه حاجات تتعمل، لكن بعد كده في مباريات تانية حسينا انه الاداء ارتفع وفي مرجله حقيقيه حاصله في الملعب. فده فعلا مش عشان الحمد لله يا رب لغايه دلوقتي احنا كسبانين وتاهلنا، لا عشان بنتاهل عشان فعلا في لعب حلو حصل صحيح. في تحس انك بتتفرج على كوره وانت مبسوط كده، في روح، في شخصيه المنتخب المصري، شخصيه التيشيرت بتاع منتخب مصر بانت في الملعب على اللاعبين. احنا لما كنا بننتقد كيروش او بعض اللاعبين في ماتشات او مباريات سابقه كنا بننتقد مش النتيجه بقدر الاداء، يعني في مباريات كنا بنكسبها لكن احنا ما كناش راضيين، والنتيجه برده ساعات وساعات بتكون النتيجه غصب عننا برده طبعا. لكن في كاس العرب تحديدا في ماتش تونس مثلا انتقدناه علشان النتيجه وعلشان الاداء، لكن بشكل عام لما كنا بننتقد كيروش او كنا او بعض الجمهور وبعض المحللين كانوا بينتقدوا، حتى الكابتن حسام البدري ويمكن قبله حتى كوبر، كان بينتقدوا علشان الاداء، ما كانش فيه روح، ما كانش شخصيه المنتخب المصري ظاهره في الملعب. احنا شفنا شخصيه المنتخب ظهرت في كوت ديفوار، ظهرت تدريجيا بشكل اعلى في ماتش المغرب، ظهرت بشكل اعلى واعلى في ماتش الكاميرون. نتمنى استمرار المسلسل الشخصيه ومسلسل الروح القويه والروح روح المنتخب والقتال كده، تحس روح قتاليه بس حلوه، مش عشان احنا بنعلن حرب، قتال رياضي مش عشان احنا بنعلن حرب، لا دي لا. روح قتاليه حقيقيه بجد، بطوله حقيقيه صحيح. اتفرجت امبارح على ماتش النادي الاهلي؟ اتفرجت طبعا على ماتش النادي الاهلي، كان فيه صعوبات في البث لكن في النهايه اتفرجنا. بص انا في حاجه فهمتها، قول لي صح ولا لا. انا فهمت ومش من تحليل سمعته بجد، انا فهمت ان علي معلول معلش يا جماعه سيده بتتفرج على الماتش
طب اسمعوا بقى السيده دلوقتي هتحلل ازاي. طب اسمعوا بقى اللي بيقول السيده بتتفرج على، شوفوا السيده دي هتحلل امبارح ازاي. علي معلول امبارح، قول لي بقى انا صح ولا لا، علي معلول امبارح طلع بالكره قدام وبصاها يعني عملها كده، فراح محمد هاني مدخلها جون. لا هو جون الحارس المرمى بتاعه طلع، حاول يطلعها. ايوه آه. ماشي يعني، بس علي معلول الاول هو اللي صح كده، علي معلول وهي محمد هاني اللي دخلها جون. ما تقولش بقى ستات ومش ستات. شكرا يا من نتفرج على النهارده، يا رب نكسب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا رب نكسب، يا رب يا رب يفرحنا ونبات النهارده ان شاء الله كلنا فرحانين يا رب، وبجد عشان هم يستاهلوها، عشان هم بجد عملوا شغل جامد قوي، وعشان حرام الجمهور يرجع زعلان، الجمهور اللي رايح هناك حرام يرجع زعلان. في ماتش الكاميرون لما انا كنت هناك كنت بتخيل لو كنا لا قدر الله خسرنا كانت نفسيتنا هتبقى عامله ازاي واحنا راجعين. يا رب اللي وفقنا النهارده يوفق المنتخب النهارده في ان هو يحرز الكاس الثامنه لكاس الامم الافريقيه، علشان اللعيبه رجاله وعلشان الاداء الرجولي والقتال والعزيمه والاصرار والروح والشخصيه المصريه اللي كانت في الملعب، وايضا علشان الجمهور وعشان 105 مليون مصري يفرحوا. احنا تعودنا على كاس الامم الافريقيه، يمكن في 2008 تحديدا 2010 منا كنت من بحكم ان انا بحب اتفرج على الكوره، فكنت من الناس اللي فرحت ونزلت الشوارع، وكنا في المهندسين أيوة وكنا في وسط أيوة البلد وبننزل. يا رب النهارده المنظر ده يتكرر، يا رب الحاله دي تتكرر. احنا بقالنا اسبوع تقريبا بنعيش في فرحه علشان الماتشات بتاعت المنتخب المصري، فرحه وقلق خد بالك مع بعض. فاحنا بجد بقى طبعًا نفسنا النهارده يا رب باذن الله نفرح خلاص بقى، ونحس ان القلق ده يا رب راح ان شاء الله. قلوب المصريين النهارده معلقه بربنا سبحانه وتعالى بدايه، ومن ثم بالمنتخب المصري وبكاس الامم الافريقي. احنا نزلنا مع طبعا بكاميرا اكسترا نيوز يا همام، وبيبقى دايما حريصين ان احنا في يوم زي ده وعندنا مباراه مهمه كده وكلنا رافعين ايدينا للسماء وبنقول يا رب ينصرنا ويفرح قلوبنا وينصر لاعبتنا الابطال الجدعان، نزلنا بكاميرا اكسترا نيوز طبعا عشان نشوف الناس في الشارع شايفه ازاي ان شاء الله يا رب ماتش النهارده، وتوقعاتهم ايه والحاله العامه كده للمصريين في الشارع. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير. انتخب ان شاء الله يكسب، واحنا ملوك افريقيا وان شاء الله كسبانين الكاس وجايين بيه ان شاء الله. ان شاء الله هنكسب باذن الله، واهم حاجه بس ان هم يكملوا اللعب بالروح وبالدم، اهم حاجه دي. وعلى فكره الماتشين اللي فاتوا احنا كسبناهم عشان احنا لعبنا بروح ولعبنا برجوله. ان شاء الله هنكسب 2-1، هنعمل اداء كويس ان شاء الله. ان شاء الله مصر هتكسب 1-0 وهجيب الجون صلاح. ان شاء الله نتوقع فوز مصر ان شاء الله باذن الله على منتخب السنغال ان شاء الله ب 2-0. اتوقع ان شاء الله مكسب منتخب مصر 2-1، هيسجل صلاح ومصطفى محمد الاهداف ان شاء الله. ان شاء الله باذن ربنا هنكسب ان شاء الله، لان الروح بتاعه المصريين روح عاليه، والمنتخب الشعب المصري كله وراه، وباذن ربنا ما فيش حاجه تقف قصادنا تاني، المصريين ما فيش حاجه تقف قصادهم. نلعب برجوله وبروح رياضيه هنكسب ان شاء الله. 2-0 ان شاء الله مصر هتكسب. ان شاء الله 2-0 لمصر، ومحمد صلاح هياخد احسن لاعب في العالم. اهلا من فلسطين ومنحيي الشعب المصري، وان شاء الله هم هيفوزوا وبيستاهلوا كل خير، لانه شعب طيب وشعب قريبين لنا كثير، واحنا بنفرح ان شاء الله وبنفتخر بهم ان شاء الله في محمد صلاح، وان شاء الله بنتمنى لهم الفوز الكامل ان شاء الله. اتمنى التوفيق للمنتخب القومي النهارده ان شاء الله، ومصر باذن الله هتفوز 2-0، محمد صلاح ومصطفى محمد. بمناسبه المواطن الفلسطيني، خليني اقول يا منى ان كاس الامم الافريقيه 2021 اللي هي بتتلعب الايام دي عملت حاله بين الوطن العربي، بين المغرب والجزائر وتونس ومصر وحتى الوطن العربي او الدول العربيه الموجوده في اسيا. يمكن قبل كده كان في خلافات كرويه، خلافات رياضيه بين الدول خصوصا اللي موجوده في شمال افريقيا، خروج المنتخب المغربي تواليا وبعدين المنتخب التونسي وبعدين المنتخب او بدايه المنتخب الجزائري وبعدين المغربي والتونسي، خلى في حاله من التضامن بين الشعوب العربيه، خلى في حاله من التضامن خلينا نقول الرياضي بين الشعوب العربيه. اذا كان الفلسطينيين دوما بيشجعوا المنتخب المصري، فاحنا شفنا في البطوله دي، شفنا الجزائر بتشجع مصر، شفنا المغرب بتشجع مصر، شفنا تونس بتشجع مصر، شفنا معظم الدول العربيه كانت معانا في البطوله. وامبارح لما كان معانا الناقد الرياضي عثمان ابراهيم كان بيشرح لنا الحته دي، انا يعني ما جمعتش الصراحه انه ده ممكن يبقى سبب فكره برضو دول غرب افريقيا وان هي بتشجع يعني في النهايه حتى لو احنا دخلنا بالظبط كده، حتى لو احنا دخلنا معاهم
في منافسات واحنا كسبنا يعني كسبناهم، لكن لما بنيجي احنا بقى كمصر نلعب مع دولة تانية زي كوت ديفوار او كده او الكاميرون، لا بتلاقي المغرب والجزائر وتونس بيشجعونا احنا. ما كانش ده بيحصل الاول، هو بالزبط. كانت ميزة في البطولة دي، من اكبر المزايا في البطولة دي ان حصل التضامن العربي مع المنتخب المصري، واظن حتى لو كان منتخب اخر عربي غير المنتخب المصري كنا احنا برضو هنتضامن معاه وهنقف جنبه وهنشجعه وهنقدر الاداء اللي هو بيقوم بيه في الملعب. يا رب يوفقنا النهارده ويوفق المنتخب المصري يا رب ان شاء الله. وهيكون عندنا فقره متخصصه زي ما انت قلت في البدايه ان شاء الله نتكلم فيها برضو بالتفصيل، نشوف كده تشكيل المنتخب النهارده، توقعات باذن الله كده، نشوف برضو كده هل في الناس الاصابات اللعيبه الاصابات هل في حد جاهز النهارده ينزل، الموقوفين، هنشوف طبعا كل التفاصيل دي ان شاء الله في فقره رياضيه صحيح. متخصصه باذن الله مع حضراتكم. لكن دلوقتي ده معادنا نروح نشوف التخصص بقى بس في حاله الطقس ونشوف كده الاجواء النهارده عامله ازاي، الاجواء الشتويه النهارده هل بارده جدا ولا معقوله ومعتدله، مع زميلتنا سمر الزهيري اللي بنصبح عليها في البدايه. صباح الفل عليكي. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا همام. هتتفرجي فين؟ في البيت. خلينا نقول في البيت. توترتي ليه طيب؟ توترتي عشان انا الحقيقه مش عايز اجاوب همام لانه بيتعالى علينا يا منى في المعلومات الكرويه. يا جماعه انا بساله ده اخر ماتش قاعد يضحك يعني سيدات بتشاهد طب يعني انت عندك الفقره الرياضيه بعد شويه فاكيد المفروض عارفه. مين اكيد ليه؟ على فكره انت غلطانه، انت غلطانه بتسالي همام ليه؟ جوجل المفروض عارفه. جوجل ماي دير، جوجل جوجل. هل النهارده اخر ماتش يا مستر جوجل؟ هيرد عليكي جوجل بقى، لا هيتريق عليكي ولا هيضحك ولا اي حاجه. بس كده بسيطه جدا. اتفضلي يا سمر. صباح الخير عليكم. وننتقل مع الساده المشاهدين الى اولى خدماتنا لليوم للتعرف على حاله الطقس المتوقع، حيث تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم الاحد طقس مائل للبروده نهارا على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد، معتدل على شمال الصعيد شديد البروده ليلا على كافه الانحاء يصل الى حد الثقيل. بعتذر مشاهدينا يعني بس مضطره ارجع لهم في الاستوديو. طبعا احنا بنعتذر جدا طبعا، بس يعني هي دي الروح اللي عندنا والله في الاستوديو هذا الصباح. انا دايما بقول لكم الحقيقه انا بنبسط من قلبي لما بكون معاكم الصبح. واحنا حقيقي لطيف. خلينا نقدم بقى نكمل درجات الحراره مشاهدينا، حيث أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نستعرض معكم مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة لليوم، حيث تكون درجة الحرارة في القاهرة الصغرى 10 درجات والعظمى 18، في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18، في مطروح الصغرى 9 درجات والعظمى 19، أما عن بورسعيد فتكون درجة الحرارة 10 درجات والعظمى 18. بالانتقال إلى شرم الشيخ تكون درجة الحرارة الصغرى 15 درجة والعظمى 21، في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 21، في الأقصر الصغرى 9 درجات والعظمى 22 درجة، أما عن أسوان فتكون درجة الحرارة 9 درجات والعظمى 22 درجة. للمزيد مشاهدينا للتعرف على حالة الطقس لليوم ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة منار غانم متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة منار، ونتعرف من حضرتك على حالة الجو النهاردة. صباح الخير على حضرتك أستاذة سمر، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. إحنا اليوم وعلى مدار 48 ساعة القادمين بنشهد استقرار في الأحوال الجوية، أجواء شتوية مشمسة على كافة أنحاء الجمهورية، في زيادة لفترات طلوع أشعة الشمس، درجات الحرارة بترتفع تدريجيا بتعود للمعدلات اللي دايما متعودين عليها في فصل الشتاء. الطقس خلال فترة النهار بيكون شتوي مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بيكون دافي على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده خلال فترة النهار. خلال فترة الليل التحذير من انخفاض الشديد في درجات الحرارة، الطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، بيوصل أحيانا لحد الصقيع على بعض المناطق اللي موجودة في شمال الصعيد ووسط سيناء. طبعا درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بتنخفض بشكل ملحوظ، مش عاوزين ننخدع بالطقس الدافي خلال فترة النهار، عاوزين نستمر في ارتداء الملابس الشتوية وخاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. أيضا
تكون الظاهرة المؤثرة في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية هي الشبورة المائية اللي بتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. طبعا الشبورة المائية خلال هذه الأيام هي شبورة مائية خفيفة الحمد لله، مش هتأثر على حركة المرور ولا أعمال طبعا الأعمال الأنشطة اليومية بعد ذلك. طبعا كمان احنا متوقعين ده الاستقرار ده هيستمر إلى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، يمكن غدا كمان هيبقى فيه ارتفاع في درجات الحرارة عن اليوم، يعني غدا متوقع تكون العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية، يوم الثلاثاء هتكون 22 درجة مئوية، فمزيد من التحسن في درجات الحرارة. لكن مش هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة ليلا دكتورة؟ ليلا لا، مستمرين في انخفاض درجات الحرارة هتوصل بين 10 وال 11 درجة مئوية خلال الأيام القادمة بإذن الله. بتوجه إليكي بجزيل الشكر دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا فعودة مرة أخرى للاستوديو مع زميلي منى وهمام. شكرا ليكي سمر. والجو النهاردة في المجمل تحسي درجة البرد أقل شوية من اليومين ثلاثة اللي فاتوا. خير إن شاء الله، شكرا ليكي سمر. أتمنى الضحك ده يستمر لحد نهاية اليوم النهاردة إن شاء الله. يا رب. خلينا دلوقتي مشاهدينا نشوف مواعيد قطارات من وإلى الوجه الإبلي والوجه البحري. من الحاجات اللي كتير بنسأل بعض عليها، لو أنا عايزة أتمرن وألعب رياضة ومش قادرة أروح جيم أو صالة رياضة بس المساحة عندي في البيت صغيرة، طب أعمل إيه؟ الناس بتتخيل أحياناً، ودي فكرة خطأ الحقيقة، أنه ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية دي محتاجة لها مكان واسع قوي زي ما بنشوف في صالة الجيم كده تبقى صالة كبيرة. الحقيقة أن الكلام ده مش مظبوط، وكابتن مصطفى كمال مدرب اللياقة البدنية هيثبت لنا دلوقتي بالصوت والصورة والتمارين أنه ممكن من مساحة صغيرة جداً تستغلها وتعرف إزاي تمارس تمارين رياضية للحفاظ على الدورة الدموية والصحة العامة بإذن الله. نشوف مع بعض هذا التقرير. يا صباح الفل، ازاي استخدم استك المقاومه في ان انا اعمل شيب وانا قاعد في البيت؟ النهارده هنعمل لكم حاجه اسمها متر في متر، وهو ازاي ان انا اتمرن في متر في متر في البيت او في الجنينه بتاعتي وملكش حجه. وزي ما قلت قبل كده في فيديوهات قبل كده، قلت مفيش حاجه اسمها تمرين قوي وتمرين ضعيف، التمرين القوي تبقى انت اللي بتعمله، ممكن تعمل تمرين بقوتك تضعفه وممكن تعمل تمرين بقوتك تضعفه برضه في الجيم، الاثنين انت المتحكم فيهم. ولكن في تمرين صح وغلط، فاحنا النهارده هنديك التمارين الصح الصغيره السيمبل اللي تقدر تعملها باستك المقاومه وتعمل احلى شيب. طيب اول حاجه هنشتغل على منطقه الكتف الامامي او الكتف الجانبي بالطريقه دي، هنجيب الاستك ونعمل كده بنفس الطريقه ونبدا نعمل من 12 ل 15 عده، وده حسب هدفك، هل هدفك تعمل قوه عضليه ولا تعمل ضخامه عضليه ولا تعمل تحمل قوه؟ طيب ايه الفرق بينهم؟ ده هيبقى انت بتتكلم عشان انت تبقى عايز تعمل هدفك ايه. القوه هتبقى من اول 6 عدات
لثمان عدات، وبعدين لو عايز تعمل ضخامه لعضلات الشولدر اللي احنا ممكن نشتغل عليها النهارده هيكون من 10 ل 12 عده. لو عايز تخسف دراعك او تخسف الكتف عندك او دهون اللي على الكتف او دهون على جسمك كلها هتبدا تشتغل بنسبه 15 ل 20 عده وتريح 30 ثانيه. اول تمرين هيبقى بالطريقه دي، هنشتغل 1 2 3. وطبعا ممكن تجيب استك مقاومه اقل من ده بكتير، يعني مش لازم تجيب القوه اللي تخليك ما تقدرش تلعب بيها، لا انت ممكن تجيب اي استك يخليك تقدر تجيب 15 عده مرتاح جدا. هنعمل التمرين ده من 10 ل 12 عده، وبعد كده اريح من 30 لدقيقه ثانيه، يعني ممكن اريح دقيقه 60 ثانيه او 30 ثانيه بين كل مجموعه ومجموعه. ممكن اعمل من 3 مجموعات لاربع لخمس مجموعات حسب مقدرتك انت. طيب تاني تمرين هيبقى للعضله الاماميه للكتف نفس الطريقه دي، 1 2 3 4 5 6 برضو من 10 ل 12 عده. النفس مطلوب فردي. بعد كده هشتغل على الكتف الخلفي، اشتغل على الكتف الخلفي بالطريقه دي، 1 2 3 1 2 3. يبقى احنا كده اشتغلنا على الامامي والجانبي والخلفي. هيبقى انت بالطريقه دي اهي، واحد تشتغل خلفي واحنا واقفين فوق، امامي وبعد كده جانبي. يبقى احنا النهارده اشتغلنا الثلاثه اللي يشتغلوا على الكتف. طيب هشتغل على الشيست ازاي؟ ممكن اشتغل على الشيست اللي احنا النهارده نعمل الطريقه دي، بنفس الطريقه دي، وممكن ان انا انام على الارض لو عايز بقى اعمل تمرين قوي جدا. هظبط الاستك، 1 2 3 4 5 6 7 8. ممكن برضه اشتغل بنفس الطريقه دي، 1. طبعا الاستك كل ما مقاومته تكون اقوى كل ما بيديك مدى حركه كويس جدا وما تحسش ان هو ضعيف في ايدك. وممكن اشتغل التمرين ده بازايز ميه معدنيه او بدمبل لو عندي في البيت، بس انا بسهل عليك الموضوع كده الشيست. طيب لو جينا النهارده نركز بقى على الظهر، نفس الموضوع، 1 2. طيب عشان المشاهد يشوفني اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8. ده تمرين ظهر. طب ممكن نشتغل بيه بقى ايه؟ نشتغل بيه فردي، 1 2 3 اهو، 1 2 3 1 2 3. طيب ولو عندي اي حاجه قدامي ممكن اعلق فيها الاستيك وتشتغل بيها، 1 2 3. فبالتالي النهارده انا حليت مشكله ان انا اشتغل ظهري بالاستك، وممكن من غير استك خالص اشتغل بإزازتين ميه او دمبلز بالطريقه دي، لان عضلات الظهر عضلات سحب، كل ما تسحب بالويت كل ما عضلات الظهر تشتغل. طيب يبقى احنا كده خدنا الكتف، خدنا الشيست، وخدنا الظهر. بعد كده هقول لك على تمرين بسيط تقدر تعمله لو انت بقى عندك بقى نط حبل، بتعرف تجيب حبل في البيت، تقدر تتمرن بيه من 10 ل 15 دقيقه يوميا. ممكن تاخدهم على فترات معاهم تمارين البطن اللي احنا قلناها في فيديو قبل كده، وتعملهم اربع تمارين بطن كده لزاز او تمارينتين ثلاثه مع التمارين اللي احنا عملناهم دي. وبكده اكون خلصت النهارده فقرتي معاكم ازاي تستغل الاستك انك تعمل شيب في البيت. صباح الفل. شكرا للكابتن مصطفى كمال على بعض التمرينات الرياضيه. نروح مره ثانيه لسمر الزهيري ومعها بعض الاخبار المتعلقه باستعدادات المنتخب الوطني لنهائي كاس الامم الافريقيه. سمر. شكرا لك يا همام، والبدايه مشاهدينا مع بطوله كاس الامم الافريقيه.
يختتم المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة السنغال اليوم الأحد في نهائي كأس الأمم الإفريقية. وقد أظهرت نتائج المساحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية ياوندي عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة قبل المواجهات المرتقبة. في رحلة البحث عن لقب جديد، يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية بملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. منتخب الفراعنة استعاد كبرياءه وأثبت أنه عملاق كرة القدم الأفريقية بعدما أطاح بمنتخبات قوية كانت مرشحة للفوز باللقب، وصعد إلى نهائي أمم أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح في نصف النهائي، ليصبح الأكثر وصولا للمباراة النهائية بالبطولة. أما منتخب السنغال فقد تأهل إلى نهائي أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما عبر بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور قبل النهائي. لعبة الأرقام وتاريخ المواجهات تمتلك فيها مصر النصيب الأكبر من الفوز برصيد 7 انتصارات مقابل 4 للسنغال، وانتهت آخر مواجهات المنتخبين بأمم أفريقيا في 2006 بفوز الفراعنة بهدفين لهدف. وستشهد المباراة منافسة جديدة ستجمع الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي ليفربول الإنجليزي في محاولة لإضافة إنجاز جديد يضاف إلى سجلهما المميز. منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يعول على صلاح ورفاقه من أجل كتابة تاريخ جديد من ذهب وتعزيز رقمه القياسي وإسعاد الجماهير المصرية. هذا وسبق لمنتخبي مصر والسنغال أن تقابلا في 13 مناسبة، وكان النصيب الأكبر من الفوز لصالح الفراعنة. نتابع في العرض التالي. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف طاقم حكام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي مصر والسنغال المقرر لها في 9 مساء اليوم. ويدير المباراة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، ويعاونه كل من مواطنه زاكل توسي جرامفيل سيويلا كمساعد أول، وسورو باتسوان من لوسوتو كمساعد ثاني، والكونغولي جان جاك نادالا
كحاكم رابع، ومواطنه أوليفر سفاري كابان كحكم احتياطي، ويتولى التحكيم بالفيديو الحكم المغربي عادل زراق، وتعاونه مواطنته بشرى كربوبي بجانب زكريا برنسي. حقق المنتخب الكاميروني الفوز على حساب بوركينا فاسو بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعدما انتهت المواجهة التي جمعت بينهما بثلاثة أهداف لكل فريق. وكان منتخب بوركينا فاسو قد تفوق على الكاميرون بثلاثة أهداف نظيفة، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في العودة بتسجيل 3 متتالية في غضون 20 دقيقة. وبهذه النتيجة يكون المنتخب الكاميروني قد توج بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية، بينما حل منتخب بوركينا رابعا. تأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم بعد تغلبه بهدف مقابل لا شيء على مونتيري المكسيكي على استاد النهيان. وأحرز الهدف اللاعب محمد هاني في الدقيقة 53، وصعد الأهلي للقاء بالميراس البرازيلي الثلاثاء المقبل على استاد النهيان في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي. تم جولتنا الرياضية، أما الآن عودة لاستوديو هذا الصباح، إليك همام. شكرا جزيلا يا سمر. لكل الناس في دايما حلم تحلم بيه، وأنا كان حلمي على قدي بنفسي أعيش، ولما رميت عليك حملي شاركتني فيه، إيدك في دايما من الأول يلا يلا نكمل سكة مشيناها، يلا نفرح سوا باللي احنا حققناه، يلا هاني الخلاص وانا وانت قلناها، احنا نقدر وده اللي انا وانت اثبتناه، وخلاص فاضي سكة تكة تكة على اخر السكة لسه تكة، كان ناس كتير شكة 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 وشوفوا روحنا لفين، وخلاص فاضي التكة تكة تكة على آخر السكة لسه تكة، كان ناس كتير شكة 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 وشوفوا روحنا لفين. خلاص فاضي التكة تكة تكة على آخر السكة لسه تكة، خطوة 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 وشوفوا رحنا لفين. إن شاء الله ربنا يكرم إن شاء الله ونكسب ونتوج مجهودات اللعيبة خلال الفترة اللي فاتت دي إن شاء الله بالفوز، ونرجع يرجعوا لنا إن شاء الله بالكاس. يعني إن شاء الله فوز منتخبنا بإذن الله 1-0 على منتخب السنغال بإذن الله، اللي هيجيب الجون محمد صلاح بإذن الله. إن شاء الله يلعبوا كويس مع السنغال، فريق جامد يعني، ونفوز إن شاء الله بإذن الله. طبعا اوجه له رساله انهم كانوا رجاله وعاوزينهم يفضلوا على نفس المستوى اللي قدموه لنا في ماتش المغرب وقدموه لنا في ماتش الكاميرون، عاوزين نفس المستوى ده ونفس الرجاله. بصراحه ربنا مستواهم جميل ومستوى حلم وفرحوا كل الشعب المصري. ان شاء الله الفوز للمنتخب 2-0. ان شاء الله الرجاله هتبقى قد المهمه وهنفوز باذن الله، عشان احنا اجتهدنا شويه، اللعبه لعبت على نفسها، وان شاء الله اللي جاي احسن. مصر باذن الله في الصداره، وده اللي لازم نوصله لأمم أفريقيا، إن إحنا مش هنسيب أي حاجة كده بالسهل، وإن إحنا هنفوز لأن إحنا تعبنا. إن شاء الله هنكسب، وكده كده إحنا قد الدنيا يعني، وأكيد هناخد الكاس. هو إن شاء الله يبقى 2-0، ومنتخب كان بيلعب حلو قوي، بس أنا ماليش في الكورة قوي، بس بتفرج على الماتشات بتاعة المنتخب والدوري. إن شاء الله إن شاء الله مصر تكسب إن شاء الله، وعم الفرحة على البلد كلها إن شاء الله. جاي لك يا بطولة بلد الرجولة، قلناها قولة ملايين في صوت وأحب تنادي، تحيا مصر يا مصر، حب في قلبي حالف برب، نرفع بإيدي رايح بنادي،
اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد النهارده ان شاء الله، وتحديدا في تمام التاسعة مساء، يعني كل امنياتنا ودعواتنا انه يا رب باذن الله منتخبنا الوطني يتوج بلقب بطولة كأس الامم الافريقية في نسختها 33 المقامة في الكاميرون، ونفوز على السنغال ان شاء الله في المواجهة زي ما قلت المحدد لها التاسعة مساء اليوم في نهائي المنافسة الافريقية، بعد ما يعني سلسلة من النجاحات وافضل العروض اللي قدمها الحقيقة منتخبنا الوطني في الملعب، كسبنا كوت ديفوار والمغرب والكاميرون وإن شاء الله وصلنا للنهائي، ويا رب نفوز بإذن الله بالكاس وننام النهاردة كلنا إن شاء الله مبسوطين. أكيد بيبقى في أسئلة كتيرة قوي يوم الماتش أو يوم ماتش مهم قوي كده، عايزين نسألها عن التشكيل المرتقب، عن المنتخب المنافس لينا، وأسئلة تانية كتير هنتوجه ليها جميعا في هذه الفقرة بضيفنا إلى ضيفنا الكريم الناقد الرياضي الأستاذ أحمد سامي. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. دايما التصريحات او المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه بيكون فيه رسائل معينه بيحاول الكابتن او يعني الموجود في المؤتمر الصحفي بيوصلها للجمهور ولاعيبته، ودايما المؤتمرات اللي فيها محمد صلاح بيبقى ليها رسائل محدده. شفنا قبل ماتش الكوت ديفوار على ما اتذكر لما بعت رسائل للجمهور المصري، شفت ازاي امبارح المؤتمر الصحفي وتصريحات صلاح؟ والله انا شايف ان احنا محمد صلاح امبارح كان طالع بنبره اي تولد يو سو، انا قلت لكم خليكم ورانا، قلت لكم بلاش انتقادات كتيره لاذعه، ما تذبحوناش في الانتقادات وفي الكلام، واحنا نوعدكم ان احنا نقدم مستوى كويس، ما تتحملوش على اللعيبه، في لعيبه كتير محليه، في لعيبه كتير ما لعبتش بطولات قاريه قبل كده، ادونا فرصه ان احنا نحاول نادي حاجه كويسه، وده اللي حصل وده اللي شفناه في الماتشات اللي فاتت، في ماتش الكاميرون، في ماتش كوت ديفوار. فهو امبارح كان طالع بيزود الطمانه دي، بيقول ان هو تواصل مع ساديو ماني وباركوا لبعض وان شاء الله هيبقى في منافسه قويه بينهم في المباراه النهائيه، وكان بيتكلم بصيغه اللي هو خلاص احنا عملنا حاجات كتيره وفاضل خطوه واحده وان شاء الله بخير باذن الله. طيب تعالى نسالك كده عن رايك في تشكيل منتخبنا الوطني، نبدا طبعا بينا احنا الاول النهارده، والله والاصابات اللي كانت موجوده، هل في اي حد منهم راجع؟ في اخبار ان حد راجع ولا الاصابات المستبعده؟ لا للاسف للاسف الاصابات كلها تبقى مستبعده، وزاد عليهم كمان ايقاف عمر كمال الباك اليمين اللي حالتنا زي ما بنقول كده، اول ايقاف نتعرض له في البطوله كلها، هيعمل مشكله طبعا لكيروش بسبب ان في البدايه طبعا كان اكرم توفيق جاله رباط صليبي، فكده مفيش عندنا باك يمين صريح هيبقى موجود، فكيروش هيضطر ان هو يرجع لحل بديل في المركز ده، بس اظن يعني قدامه خيارات مختلفه ومتعدده. يمكن الميزه حتى يا استاذ احمد في المنتخب المصري في لعيبه المنتخب ان هم لعيبه جوكر، يعني ممكن كل لاعب او معظم اللاعبين بيلعبوا في اكثر من مركز. والله احنا ندي الراجل حقه ونقول ان هو اللي عنده امكانيه ان هو يوظف اللعيبه في اماكن غير اماكنها، دي النقطه اللي احنا اتريقنا عليها وانتقدنا فيها في البدايه، فدلوقتي اثبت ان هو ممكن يحرك اللعيبه في اماكن حسب احتياجاته. يعني في البدايه لما لعب مثلا تريزيجيه بلاي ميكر في الاول، حط مرموش قدام، غير التشكيله، حط زيزو في نص الملعب، هو دلوقتي عنده المتاح يعني على الورق ثلاث اختيارات لمركز الباك اليمين. اول اختيار ان هو ينقل محمد عبد المنعم من خط الدفاع من جنب الوينش، يحطه في المكان ده نيجيري. وهو عمل كده في ماتش نيجيريا طبعا في البدايه، لكن احنا بنفضل ان هو يحافظ على ثنائيه الونش وعبد المنعم مع بعض. في اختيارين تانيين، ان هو يلجا يا اما لامام عاشور في المكان ده، وده اللي عمله في نهايه ماتش الكاميرون، وامام عاشور في الزمالك لعب في المكان ده كذا مره، وبرده اللي لعب في المكان ده في الزمالك وممكن يلعبه في المكان ده زيزو. لكن الجبهه دي جبهه مهمه بالنسبه للسنغال، فزيزو هي جبهه مهمه جدا أكثر. لان هو طبعا هتبقى الجبهه بتاعت ساديو ماني، فيعني هو الفكره ان زيزو ارسى واعقل شويه على الكوره في المنطقه دي، امام عاشور لسه صغير لسه ما عندوش، زيزو برده كان محترف فتره من فترات في اوروبا وعنده يعني خبره شويه، بس هو يعني واضح ان هي اتجاهات كيروش هتبقى في الدفع بامام عاشور، لان هو عمل كده في الكاميرون وجربه في المكان طيب ده. طيب بالكلام عن ساديو ماني، فكره برده ان 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 ماني وصلاح الاثنين زملاء مع بعض في ليفربول، وبعدين بيجوا هنا او يعني قصدي في كاس الامم الافريقيه بيبقوا في منتخبين متنافسين مع بعض، دي برضو ممكن الواحد يشوفها صعبه شويه. هتشوف النهارده او شايف النهارده ممكن يبقى المترقب منه ايه؟ واحنا كمان بعد قليل هيبقى عندنا عرض معلوماتي يعني زي مقارنه خلينا نقول، او بعض المعلومات اللي فيها جزء من المقارنه بين صلاح وماني. بصي هي بتحصل على طول في اوروبا، ان اللعيبه بتبقى بتلعب مع بعض في النادي ويلعبوا ضد بعض في المنتخبات في امم اوروبا، في كاس العالم، في دوري الامم الاوروبيه. ازاي الروح دي بتبقى
بتبدل فجأة يا أستاذ أحمد يعني والله إيه مش من مش إن إحنا تيم واحد ومع بعض اللي حسب إحنا متنافسين حسب التيشيرت اللي ملبوس كل واحد بيبص للتيشيرت اللي هو لابسه بيبقى وافي للتيشيرت اللي هو لابسه في الفريق يعني مثلا أنا دلوقتي لما راموس يلعب مع كريستيانو رونالدو كان ايام ريال مدريد وبعد كده اسبانيا تلعب ضد البرتغال ده لابس تيشيرت البرتغال لابس اسبانيا هيسلموا على بعض ويحبوا بعض بس لو رونالدو عدى من جنب راموس هيقتله وحصل في ماتش الكاميرون بين في ارسنال بين محمد النني وفي لاعب اظن في الوسط الكاميرون موجود في ارسنال مش متذكر الاسم يعني بتحصل كتير فهي الفكره ان هو يعني كل واحد مهما كان في علاقات بينهم مهما كانوا بيلعبوا خلاص بكره البطوله هتخلص وهيرجعوا يلعبوا مع بعض تاني لكن لا الوقت ده الولاء للتيشيرت الولاء للتيشيرت اللي انا لابسه لللوجو اللي على التيشيرت اللي انا لابسه لاتجاهاتي في الماتش انا لازم اكسب حتى لو مين اللي قدامي حتى لو اخويا يعني في اخوات زي الاخوين بواتنج مثلا واحد بيلعب في المانيا واحد بيلعب في غانا هيلعبوا ضد بعض في كاس العالم هيقطعوا بعض ما لهمش دعوه مع علاقتهم ببعض ايه مش مجرد انهم زمايل في نادي ده اخوات لكن كل واحد بيلعب في منتخب او كل واحد بيلعب في نادي الموضوع مختلف تماما فلا المواجهه بينهم هتبقى قويه وبعدين يعني في بينهم غيره احترافيه بقالها كتير جدا طبعا احنا اتناولناها كتير واحنا كشعب مصري بنقول ما بيبصوش لبعض ومش عارف ما بيبصش لصلاح صلاح ما بيبصش لماني المنافسه بين ماني وصلاح موجوده حتى جوه ليفربول سواء الهداف صحيح في الموسم ده صلاح متفوق مكتسح الهداف لكن حتى في المواسم السابقه كان في الغيره الغير الرياضيه الكرويه موجوده بالزبط. ويمكن حتى وصولهم للمباراه النهائيه ده هينعكس على الجوائز الفرديه بتاعتهم مستقبلا سواء احسن لاعب في العالم او حتى جوائز الاتحاد الافريقي في نقطه حتى كده وفي طالع من امبارح اللي هو من فضلك بقى يا ماني باصي المره دي لصلاح المره دي بقى باصيله المره دي المره دي بالذات مش هينفع تتفق يا استاذ احمد ان مشوار مصر في هذه البطوله في الكاميرون 2021 هو الاصعب في تاريخها بص احنا دايما يعني فيما عدا الثلاث بطولات بتوع كابتن حسن شحاته اللي احنا كنا قلبنا مليان ان احنا رايحين ناخد البطوله طبعا دايما منتخب مصر ما بيبقاش داخل كمرشح قوي لو تفتكر بطوله 98 بتاعت كابتن محمود الجراح الله يرحمه قال لك احنا رايحين ناخد المركز 13 صحيح زي التصريح اللي قاله كيروش بالظبط هو نفس التصريح شفنا سيمفونيه من اللعب بين حازم امام وحسام حسن وعبد الستار صبري واحمد حسن وشفنا اداء مميز جدا والله يا حازم الله يا حسام وكانت بطوله من اجمل البطولات اللي في تاريخ منتخب مصر وكان لقب غالي جدا ومباراه نهائيه طارق مصطفى احمد حسن جونين في جنوب افريقيا طبعا فانا في البدايه يعني كنت عارف ان احنا داخلين في منافسه قويه مباراه نيجيريا اللي كان فيها اول نتيجه سلبيه صدمت ناس كتير وخلتهم يهاجموا كيروش بسرعه بس احنا مش منتخب اول مباراه احنا في البطولات المجمعه دايما بيبقى فيه عمليه جاذرنج كده بتحصل للروح واحده واحده احنا ما بندورش على طول من اول طلعه لازم بنستنى شويه اول ماتش يعدي بس مش مشكله تبقى نتيجه سلبيه بالظبط طيب بالكلام برضو عن مصر والسنغال مصر والسنغال لعبوا 13 مره قبل كده اعتقد مع بعض 13 مره صح اظن 13 أيوة مره تقريبا وكان اغلب المباريات بين مصر والسنغال بتبقى لصالح منتخب فرعنا. المباراه دي تحديدا انت شايف ممكن تبقى مختلفه ازاي عن كل المباريات اللي فاتت بص اقول لحضرتك على حاجه هو احنا اولا بالنظر لمشوار المنتخبين في البطوله احنا قابلنا ثلاث منتخبات قويه جدا المغرب وكوتيفور والكاميرون لا اربعه ونيجيريا على اعتبار ان نيجيريا كانت في البدايات احنا خلينا نتكلم عن منطقه خروج المغلوب اللي هي الحساسه جدا لان نتيجتها بتؤدي لان يا واحد يكمل يا اما واحد يروح صحيح. لغايه دلوقتي منتخب السنغال ما قابلش فريق قوي خالص يعني هو عنده لعيبه كبيره جدا محترفين بس الكلام ده احنا قلناه على المغرب قلناه على الكاميرون قلناه على كوتيفوار لكن السنغال احنا اول فريق قوي هيقابله بس السنغال الميزه عندها ان هي بتقدم كوره اقوى بشويه من الثلاث منتخبات اللي احنا قابلناهم يعني هي الكوره بتاعت السنغال ما بتعتمدش على محور واحد بس قياسا على ايه يا استاذ احمد يعني احنا لما بنتكلم عن كوتيفوار فهي لعبه الجزائر ولعبه مصر لكن فعلا السنغال اقوى مباراه لعبتها قدام بوركينا فاسو ما فيش يعني بوركينا فاسو فريق كويس وكل حاجه لكن ما تحسش ان هو فريق بطوله اللعيبه يعني بتاع السنغال عملت مشوار قريب مننا جدا يعني السنغال مثلا كسبوا اول ماتش في دور المجموعات بعد كده عدلوا ماتشين 0-0 فانت لغايه دلوقتي مش عارف اللعيبه دي مع بعضها بالاسامي دي بواحد زي ساديو ماني بالاداء اللي هم بيقدموه ممكن يعملوا ايه بعد كده هم انت ما تخافش غير من الفريق اللي ماشي في دور في خروج المغلوب واحده واحده كده عمال يكسب هو كسب اخر ماتشين 3-1 3-1 دحلاب على حسب بالظبط ايوه ماشي ماشي بيتسلسل كده انت تخاف منه تبتدي تقلق بس هي الفكره ان انت يعني المدارس اللي انت قابلتها هتساعدك ان انت تتغلب على اي حاجه هتقابلك مع منتخب السنغال يعني انت قابلت منتخب بيلعب من على الجناب زي منتخب المغرب قابلت منتخب بيلعب من وسط الملعب زي منتخب كوتيفوار
قابلت كل الضغط العصبي والنفسي اللي ممكن تقابله وانت بتقابل الكاميرون وبتقابل بكاري جسامة معاها. فانت عديت من كل حاجة، فانت المفروض ان انت داخل على السنغال جاهز لأي ظروف تلاقيها. فرصنا ايه النهاردة ان شاء الله؟ ان شاء الله والله بإذن الله. لو احنا يعني انا لو كيروش لعب على الورق صح زي ما هو بيعمل في كل ماتش وعارف يقطع على مفاتيح لعب السنغال بشكل كويس، لو قدر يحرر صلاح من الضغط اللي هم ناويين يعملوه عليه. امبارح المؤتمر الصحفي برضو بتاع السنغال بيقولوا له انت ناوي تقطع على صلاح ازاي؟ قال لهم انا مش هلعب، ما انتم مانع على صلاح، انا هقطع الامداد عن صلاح. فلو كيروش قدر يتجاوز الحاجات دي كلها وقدر ان هو يتخطى كل النقاط الفنيه دي، لو يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا يقدر يغطي العجز اللي هيبقى في النقط في في في, في الباك اليمين في مكان عمر كمال، ان هو يقدر يوقف الناحيه دي، لان طبعا باكات السنغال الاثنين برضو محترفين بره وادائهم قوي جدا. فبشكل كبير جدا ان شاء الله يعني تصريحات منتخب السنغال بالمدير الفني بتاعه وبالقائد بتاعه اختلفت تماما عن بعد القرعه اللي وقعتنا معهم في كاس العالم، كان اظن في نهايه الشهر الماضي. يعني اداء المنتخب المصري فرض على كل الالسنه انها تصمت وتنتظر اداء المنتخب في امبارح. امبارح احنا مستنيين المباراه النهائيه، وفي نفس الوقت بقيه اللعيبه بتاعه المنتخبات اللي خرجت خلاص رجعت الدوريات وبتلعب. اسمح لنا يا استاذ احمد نروح مشاهدينا الاعزاء نشوف هذا العرض المعلوماتي عن بعض المقارنات بين صلاح وماني. قبل ما ندخل او نتكلم على ماتش امبارح النادي الاهلي مع مونتريال المكسيكي، اسالك سؤال. الطلب اللي كانت مصر طلبته اتحاد الكوره بتاجيل الماتش ولو يوم او حاجه عشان الاجهاد اللي اللعيبه فيه والبعض الاصابات وكده، واترفض طبعا. هل شايف ان ده ممكن ياثر علينا في اي حاجه في الاداء النهارده؟ واحنا اخر ماتشين لعبناهم ماتش الكاميرون والنهارده ماتش السنغال، دايما الفريق المنافس بياخد يوم راحه اكتر. كل حاجه في البطوله دي بتعكسنا. يعني احنا داخلين البطوله دي مش ضد المنتخبات اللي بنلعبها بس، ضد ظروف كتيره جدا. اكيد شفتوا صوره الاستشفاء اللي بيحصل في البراميل الكبيره اللي كان زيزو قاعد في برميل عامل زي البرميل بتاع المخلل بتاع زمان ده وحاطط رجليه جوه. بعد يعني في التعليق بتاع كان اعتقد كان محمد هنيدي بيتكلم ان لعيبه عالميين زي دي بيحطوا بيعملوا استشفاء في اكبر المراكز العالميه في اوروبا، ودلوقتي بيعملوا استشفاء في براميل. فيعني احنا في الدوله المضيفه كل حاجه بتعرضنا في المكان ده. وائل جمعه امبارح بيتكلم في المؤتمر بيقول احنا كل حاجه بتعكسنا، احنا في حاجات كتيره ضدنا، احنا بنتعامل معامله يعني لا تليق بمنتخب بيلعب في بطوله قاريه زي دي. اعتقد يعني اتمنى ان صفحه الكاميرون تكون قفلت على كده. فاحنا بنواجه ظروف كتيره قويه جدا اكتر من المنتخبات المنافسه بكتير، اكتر من مجرد منتخبات قويه في افريقيا. بس الحمد لله تجاوزنا. الحمد لله يعني. لا خصوصا بتاعين ان شاء الله حتى اي اجهاد للعيبه ما يبانش النهارده او ما يبقاش مقصر النهارده. يا رب. بتاعين جوميز في عندنا طمانه شويه. احنا جوميز وشه كويس علينا، احنا كسبنا كل الماتشات. هو راجل هادي ومتوازن وهادف الملعب. الملاحظات جايه على الفريق المعاون بتاعه اللي في الفار بيقولوا ان هو ضعيف شويه، لكن في نفس الوقت يعني احنا كنا خايفين من بكاري جسامه، ولا تخاف منه ما بيجيش احسن منه في الاخر. بكاري جسامه اطرد كيروش وانذارات عماله على بطال، عمر كمال اوقفه عن ماتش مهم زي ده، كان مجرد ما حد كان بيفكر ان هو يعمل صحيح. حاجه كان بيديله انذار وكان بيديله في نص المنتخب. لو ما عندكش اي اسئله منا، هل احنا تجاوزنا فكره المنتخب دول النجم الواحد او الاوحد؟ احنا بقينا لاعبين جماعي اكتر.
احنا كلنا بنتكلم صلاح صلاح، بس انت لو فعلا بصيت على المنظومه الجماعيه هتلاقي في ناس كتيره جدا بتادي اكتر من صلاح، هتلاقي كل ماتش فيه لعيبه بتطلع تادي، هتلاقي مرموش ليه دور مهم جدا حتى لو ما سجلش جوان طول البطوله، هتلاقي زيزو ليه دور مهم جدا، هتلاقي تريزيجيه طبعا الناس كلها متعشمه فيه كل ماتش مستنيه يسجل هدف. فاه هو انت مهما كان عندك نجم اوحد او مهما انت كنت داخل بتقول صلاح، لكن انت لازم غصب عنك هتعتمد على 10 لاعبين تانيين عشان هم اللي هيفرقوا معاك. محمد ابو جبل اكبر مثال على صحيح. الكلام ده كله طبعا تولى المهمه في وقت صعب جدا صحيح. بعد محمد الشناوي واصراره على الاستمرار في المباراه اللي فاتت. محمد ابو جبل ما كانش بيلعب في الدوري، محمد ابو جبل لعب اخر مباراه مع الزمالك بطلب شخصي لكارتيرون عشان خاطر يتاخد في المنتخب وفضل احتياطي، محمد الشناوي اتصاب، ابو جبل نزل، كسبنا ماتشين في ضربات الجزاء بفضل تالق محمد ابو جبل. فلا احنا خارج منظومه النجم الاوحد من زمان جدا، من ايام ما كنا بنلعب بحسام حسن وحازم امام مرورا بابو تريكا، يعني في بطوله كامله احنا في الثلاث بطولات حسن شحاته ابو تريكا ما كانش موجود، دخل بداله جده محمد زيدان. 2017 ل 2020 او 19 خلينا نقول كان احنا منتخب صلاح. للاسف احنا كنا بس يعني تقدر تقول احنا كنا في طور التكوين. ناس كتيره كانت معترضه على ده، يعني ناس كتيره كانت بتقول انه ما ينفعش يبقى اسمنا منتخب صلاح، لانه مع كل احترامنا لصلاح طبعا الغالي على قلوبنا جميعا، بس ما ينفعش حتى اللعيبه اللي معاه في المنتخب بيبقوا طول الوقت حاسين انه الاداء كله بينسب لصلاح. انا مهما هعمل ومهما هادي هيبقى صلاح هو انا مش هبان ومجهودي مش هيبان. هنا جه دور صلاح فعلا، يعني ممكن نقول ان كان في توفيق شويه وكان في نظره برده الكابتن حسام بدري ان هو ادى مثلا شرط القياده لصلاح، هو قام بالدور ده كويس جدا، قدر ان هو يجمع لعيبه حواليه، شفنا في الاكسترا تايم بتاع ماتش الكاميرون ان هو لمم اللعيبه حواليه وبيتكلم معاهم بيقول لهم ندوس على نفسنا وخلاص وفضل حاجه بسيطه. فالحمد لله طيب. نقدر نقول ان هو الفتره اللي فاتت كان طور التكوين ان انت بتطلعي نجوم تانيين عشان يقدروا يسندوا مع صلاح، سواء المصابين زي حجازي والشناوي، سواء اللي قاموا بدلهم بالدور، الاختيارات اللي كيروش عملها، محمد عبد المنعم، عمر كمال، الناس اللي هي لعبت اول مره، الناس اللي لعبت قبل كده، وفتوح كمان مش كده من فتوح الاسماء برضه اللي جبهة عمل شمال عالميه جدا، عامل مباراه قويه جدا. في حد اظن الناس بقى قليله بتتكلم عنه، حمدي فتحي. حمدي فتحي ليه ادوار مركزيه في الملعب. والله انا 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 قريت قبل كده لزميل بيتكلم عن حمدي فتحي بيقول احنا لو عندنا ثلاثه من حمدي فتحي هندخل كاس العالم. حمدي فتحي من اللعيبه المقاتله، يعني في ناس بتقول نفسه قصير شويه، في ناس بتقول يعني مجهوده قليل في الملعب، بس هو لعيب مقاتل جدا في وسط الملعب، شايل جزء كبير جدا هو محمد النني طبعا. كنا كلنا بننتقد عدم اختيار طارق حامد، بس هم اثبتوا ان الكلام ده مش ما كانش صح. ان في بدلاء ليه كويسين. فتوح عمل ماتش قوي جدا في الكاميرون على اشرف حكيمي ووقفه ووقف خطورته بشكل كبير، اتمنى ان هو في الماتش ده برضو يقدر يوقف اجنحه السنغال، لان هم بشكل كبير هيركزوا على اجنحه، فربنا يستر ان شاء الله. التوفيق لينا ان شاء الله يا رب النهارده. خلينا بقى ننتقل مع حضرتك الى النادي الاهلي بالامس ومباراته امام مونتيري المكسيكي في بطوله كاس الانديه كاس العالم للانديه. أنا عايزة بس في البداية الحقيقة أحيي المعلق الرياضي الإماراتي القدير جدا والكبير جدا الأستاذ علي سعيد الكعبي، لأنه وإحنا بنسمع تعليقه على المباراة وكأنه معلق مصري صميم حقيقي، والفرحة كانت من قلبه وظهرت جدا مع تسديدة محمد هاني. وكان وحشنا والله. وكان وحشنا وبيتكلم من قلبه وبيحب المصريين من قلبه، فشيء الحقيقة. وهو طبعا معلق رياضي كبير وأستاذ لينا جميعا، ومش جديد عليه ومش جديد على أهل الإمارات حب المصريين طبعا. شفت الماتش كله على بعضه إزاي المباراة بصفة عامة؟ والله الأهلي داخل البطولة دي، يعني هي المقولة بتاعت مشجعينا الأهلي بتاعت الأهلي بمن حضر امبارح كانت مغرقة السوشيال ميديا بشكل كبير جدا طبعا. بس في ناس قعدوا يتريقوا علينا، لما انا بقول علينا يعني عشان النط انا يعني عليها انا مش اهلاويه قوي على الجمله في ناس قعدوا يتريقوا وقال لك ايه انتوا معاكوا 10 لعيبه اساسيين ومعاكوا فلان وفلان وفلان، وبتقول في ناس قعدوا يقولوا كده القوام الاساسي ولاعيبه اساسيين وجايين تقولوا الاهلي بمن حضر. لا القوام الاساسي للاهلي طبعا متضرر بشكل كبير جدا، ما بين لعيبه في المنتخب واتصابت، وما بين اصابات ثانيه جوه معسكر الاهلي نفسه. عمر حمدي اصابه رباط صليبي خلاص كده، الراجل موسمه تقريبا انتهى. حراس المرمى الشناوي بعد كده في علي لطفي عليه مجهود كبير جدا، اختبروه في كاس الرابطه في كام مباراه بس يعني في الاخر. هو السؤال يا استاذ احمد، هل في الحاله الرياضيه المصريه في حاله كره القدم المصريه كل ما تقل الضغوط عن اللاعبين بيحاولوا نتائج احلى اكتر؟ شفناها في المنتخب وشفناها في النادي الاهلي، كل ما تزيد الضغوط كل ما تقل، لان ما كانش متخيل حد ان المنتخب المصري يوصل بيعدي حد. بس هو في نفس الوقت مضغوط عليه عشان هو على طول سامع كلام بيقطمه بيقول ان هو مش قد المسؤوليه. فده ضغط زايد مش ضغط اقل، بالعكس انت داخل وانت حاسس ان الناس بتهاجمك وبتقول ان انت ما عندكش
قدره ان انت تادي حاجه كويسه او تجيب نتيجه. فبيلعب راحته، انا اقصد ان هو بيلعب براحته. بالعكس بيلعب وهو مضغوط وحاسس ان هو يعني في ضغط نفسي وعصبي عليه. محمد صلاح لما طلع في المؤتمر وقال كفايه ضغط علينا وهجوم على اللاعبين وانتقادات، كان هو يعني ده دليل ان اللعيبه حاسه ان في ضغط عصبي عليهم، حاسين السوشيال ميديا عماله تهاجمهم. انتوا مش لعيبه رجاله، دايما في مقارنات مع الجيل بتاع حسن شحاته مع لعيبه ثانيه. فده اللي حصل اعتقد مع الاهلي امبارح. كل خطوه بيعملوها بتتحلل من جمهور السوشيال ميديا. بالظبط، للاسف السوشيال ميديا على قد ما هو في ايجابيات في سلبيات كتيره جدا. بس بيوصل لهم يعني. احنا مثلا يوم زي النهارده يا استاذ احمد، احنا عارفين طبعا انه صعب يبقى حد من اللعيبه دلوقتي قاعد بيتفرج علينا، لكن بيوصل لهم ان الاعلام مشجعهم، المواطن في الشارع واقف في ظهرهم. الحاجات دي بتوصل لهم ايجابا او سلبا. كان قبل كده كابتن محمود الجوهري بيلم يعني بيقفل على اللعيبه بشكل كويس، دلوقتي مع الموبايلات اللي في ايد اللعيبه صحيح بيوصل لهم الفيدباك ده كله. فلعيبه الاهلي موجوده دلوقتي عايزه تثبت نفسها، عايزه تثبت انها مش اقل من اللعيبه اللي موجوده في المنتخب او اللعيبه المصابه او اللعيبه المستبعده او الكلام ده كله، عايزين يثبتوا انهم يقدروا يقدموا بكتير. جون حلو جدا جدا اللي كسبوا بيه امبارح من على مشارف منطقه الجزاء، تسديده قويه جدا. وعلي لطفي شال جون يعني، وعلي لطفي شايل كره من مونتيري امبارح. مونتيري ما كانش بنفس المستوى بتاع قبل كده، احنا ثالث مره نقابله تقريبا كاكثر مواجهه متكرره في بطولات كاس العالم. كسبوا الاهلي مرتين والاهلي كسب المره دي. ايه نقاط الضعف اللي كانت موجوده عند مونتيري امبارح المكسيكي؟ لانه قبل ما نتكلم بقى على المباراه الجايه للنادي الاهلي، لانه فعلا امبارح يعني من التحليلات المنتشره جدا انه مونتيري ما كانش في حالته الاحسن امبارح. كان احنا عشان خاطر يعني مصريين فبنقول الاهلي هو اللي كان احسن امبارح من مونتيري. ما حدش عايز يقول هو أجيري عنده المدير الفني اللي احنا جربناه وشفنا في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت، فاحنا عارفين خد لعنه الفراعنه. احنا اي حد بيدربنا الاول بيلعب ضدنا بعد كده ما بيعملش معانا نتيجه كويسه. مباراتنا الجايه ان شاء الله مع مين؟ نادي الاهلي مع بالميراس يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله. البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس. ضربات الجزاء المباراه. طب ايه النادي ده وضعه ايه؟ اتغلبنا منه بضربات الجزاء في البطوله اللي فاتت. اللي فاتت لا كسبناه خدنا ثالث. سوري كسبناه في ضربات الجزاء. طيب صح. وضعه ايه النادي؟ قوته واللعيبه عنده؟ والله هو يعني الفريق البرازيلي، اللعيب البرازيلي بينزل بيلعب كوره. فاحنا برضو هنبقى متعشمين ان الاهلي يدخل برضو بنفس الاداء بتاع امبارح، بنفس الروح، بنفس الجماعيه، بنفس ان هو ما يحسش ان حاجه ناقصاه، وباذن الله ان شاء الله يقدر يسد. هل يعني نراهن على لعيبه الاهلي اللي في المنتخب ان هم يرجعوا بسرعه للامارات او يروحوا الامارات بسرعه؟ مش عايز احط الجزئيه دي في دماغنا، لان هم اصلا يعني في الاخر اربعه هم اللي سلام تقريبا بس سلية وايمن اشرف. هيبقى في كم اجهاد كبير محمد جدا. محمد شريف ما اعرفش، محمد عبد المنعم متقطعه اعارته ما اعرفش هيقدر يشارك وهو موجود في القائمه ولا لا. بس يعني ان هم هيمشوا النهارده بالليل عشان يروح الامارات ويشاركوا. هم 10 اظن في 4 ايام. خلينا برضو ما نقللش من قدر الناس اللي لعبت امبارح. ونقول لسه ان هم لسه كنت هسألك السؤال ده يا استاذ احمد، يعني لو نفس المجموعه اللي لعبت امبارح هي اللي لعبت الماتش الجاي ان شاء الله من ما كانش في تقصير؟ ما كانش في تقصير؟ لا خالص خالص. شويه مشاكل الموسيماني محتاج يعالجها، بس في خط الدفاع وفي الطريقه الدفاعيه للاهلي وفي الهجوم. يعني جت اكتر من فرصه، ما عندوش مهاجم. هو مش بالضروره ترقص 5 6 لعيبه وتجيب الجون يعني، بس هو ما عندوش راس حربه برضه. صحيح هو ما عندوش راس حربه صريح. محمد شريف موجود طبعا وحسام حسن مصاب، فبالتالي هو مضطر. وده كان سؤالي، هل الخيارات محدوده قدام موسيماني؟ محدوده تقريبا منعدمه. هو بيلعب بطاهر مهاجم صريح، هو ما عندوش مهاجمين تانيين، وطاهر مش مهاجم. فيعني كتر خيره ان هو امبارح كسب بهدف من مدافع، فهو محتاج بس يظبط الناحيه الدفاعيه عنده. هو على فكره نفس المنطقه المنتخب بيلعب بيه. احنا لما بنقفل على الفريق اللي قدامنا دفاعيا بشكل كويس، بتتفتح قدامنا فرص المكسب حتى لو بركلات الجزاء. فانت ما تستقبلش اهداف عشان تقدر تسجل اهداف بعد كده، حتى لو من خلال ركلات الترجيح ان انت تكسب وتسحب المنافس اللي قدامك لغايه الاكسترا تايم او لغايه ركلات الترجيح في الاخر. استاذ احمد سامي الناقد الرياضي، شكرا ليك، ويا رب ان شاء الله نهني بعض كلنا باذن الله ونفرح كلنا باذن الله. ان شاء الله نتيجه ايجابيه النهارده. اذا مشاهدينا الان الساعه 9 صباحا، وهذا موعد موجز الأخبار مع سمر الزهيري. سمر شكرا لك يا همام. التاسعة صباحا 7 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد ختام زيارته إلى الصين. هذا وعقد الرئيس السيسي خلال الزيارة مباحثات قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر للبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين في مصر والصين.
هذا وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من عمران خان رئيس وزراء باكستان والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأخيرا سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. هذا وأوضح متحدث الرئاسة بأن ذلك جاء على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24. أعلنت وزارة الصحة خروج 1985 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 369,011 حالة. كما أوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 2,298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 58 حالة جديدة. وصل وزير الخارجية سامح شكري لقاءاته على هامش قمة الاتحاد الأفريقي حيث عقد لقاء موسعا مع كل من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والسكرتيرة التنفيذية لمفوضة الأمم المتحدة لإفريقيا الدكتورة فيرا سنجوي ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلته الخاصة للاتحاد الأفريقي هانا تيتا. كما التقى شكري مع نظيره الأنغولي لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك. كذلك التقى وزير الخارجية مع مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي. أعربت مصر عن خالص تعازيها ومواساتها للمغرب حكومة وشعبا ولذوي الطفل ريان الذي وافته المنية على الرغم مما بذلته السلطات المغربية من جهود حثيثة في محاولة إنقاذه. هذا وأكدت الخارجية في بيان لها دعم مصر الكامل للمغرب في هذا المصاب الأليم الذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية، داعية المولى عز وجل أن يلهم والديه وذويه الصبر والسلوان. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي. وخلال لقائه بوزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية قال سعيد أنه سيتم وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء. كما أشار الرئيس التونسي إلى أنه لم يتدخل في القضاء رغم أن الإمكانية كانت متاحة لملاحقة عدد من المجرمين على حد وصفه. أما رياضيا فيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم في 9 من مساء اليوم نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ويطمح المنتخب الوطني للتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 12 عاما، وذلك من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة القارية. ختام موجز 9 لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام يوتيوب. شكرا على طيب المتابعة، أما الآن عودة لاستوديو هذا الصباح. شكرا جزيلا سمر، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء مرة ثانية في هذا الصباح. الظواهر الاجتماعية السلبية لا تتطلب وتستدعي حلول مجتمعية متكاملة، لا يمكن أن نسندها إلى جهة واحدة ولا إلى مؤسسة واحدة. علشان كده النهاردة 6 فبراير أعلنت الأمم المتحدة أو خصصته ليكون يوم عالمي لمناهضة ختان الإناث. هو يوم توعية عالمي ترعاه اليونيسيف في 6 من فبراير من كل عام. بالتأكيد هذه الظاهرة السلبية ختان الإناث تنتشر بشكل واضح وبشكل جلي في الدول النامية والدول الفقيرة، ومن هذه المواطن جاءت هذه الفكرة. الحقيقة أن أنت وصفتها صح جدا، يعني انت قبل ما تتكلم على انه موضوع ختان الاناث قلت انها ظاهره اجتماعيه سلبيه. صحيح. وهي فعلا سلبيه بل وكارثيه وتؤدي الى مشاكل كثيره جدا جدا. والحقيقه انه في هذا الصدد قبل ما نكمل يعني كلام على اليوم العالمي،
لو نتوجه بالشكر هنتوجه بالشكر بكثير للكثير من منظمات في مصر تحديدا، لانه يعني مجلس القومي للمراه ومجالس اخرى كثيره جدا قعدت سنين طويله قوي بتحارب وتعافر عشان تقول للناس وتفهم المجتمع يعني ايه اضرار ختان الاناث، وحملات ونزلوا قرى ونجوع والاعلام اشترك في ده. يعني الحقيقه كان في مجهود هايل بذل في هذا الملف عشان نوصل، لانه النهارده خلينا نقول الغالبيه العظمى مش هنقول الكل، بس لما يسمع كلمه ختان الاناث يعرف ان دي حاجه غلط، حاجه مش صح. فكره اليوم العالمي لختان الاناث اللي هو السادس من اكتوبر اليونيسيف بتحتفل بيه كل سنه، او السادس من فبراير، السادس من اكتوبر ده تاريخ في قلوبنا كلنا. السادس من فبراير جت اصلا من سيده اسمها ستيلا اوباسانجو، كان في مؤتمر للجنه الافريقيه الدوليه، ودي معنيه اللجنه دي معنيه بالممارسات التقليديه اللي بتاثر بشكل مباشر في صحه المراه والطفل، سواء بتاثر سلبا او ايجابا. الكلام ده كان في مايو 2005. يعني الحقيقه كان يعني في سعي طول الوقت انه نحاول نخلي العالم يعي مدى خطوره ختان الاناث، ازاي نقدر نعزز القضاء على ممارسه هذه العاده الضاره جدا والخطيره. في مزيد من التفاصيل عن هذا اليوم السادس من فبراير، يوم عالمي لمناهضه ختان الاناث، في العرض التالي. الحقيقة رغم كمية الانشغالات، رغم كمية التحديات اللي قدام الدولة المصرية، لكنها لم تغفل هذه الظاهرة السلبية. في شهر أبريل الماضي تم تجديد العقوبة قانونا من مجلس النواب على ما سماهم القانون أنهم مجرمين فيما يتعلق بظاهرة ختام الإناث. العقوبة وصلت إلى السجن لمدة 10 سنوات للمتسبب، سواء أولياء الأمور أو حتى للأطباء المتورطين في هذه الظاهرة السلبية. وبنحيي وبنرحب بكل عمل وكل خطوة تتم من أجل كل الظواهر السلبية طبعا المنتشرة بقدر ما في المجتمع المصري، لا سيما فيما يتعلق بختان الإناث. كل خطوة قانونية ومجتمعية. صحيح. صح. طبعا حضراتكم عارفين على مواقع التواصل الاجتماعي دايما كده، فيسبوك وتويتر وحتى انستجرام، عندنا كده اسمها ايه اللي هي بتاع الحاجات اللي تحت دي اللي احنا رياكت، ماشي. فعندنا كده معروفه طبعا، وعندنا كده معروفه طبعا هي ايه، وعندنا كده الضحكه الكبيره قوي، وعندنا الغضب، وعندنا في حاجه خمسه تقريبا، وعندنا اللي هي الحزن البكاء والكير اللي هو كده. تمام. الحقيقه انه من سنه سنتين كده ناس كتير قوي كانت على سبيل الهزار بتقول ايه، والله ده المفروض ان الاخ مارك يعمل لنا كده اللي هي الديسلايك، اللي هو يعني لا انا مش عاجبني اللي انت بتقوله ده. وكنا بنقولها بهزار، غالبا الهزار ده بيتحول لحقيقه، لانه موقع تويتر اعلن مؤخرا انه بيوسع اختباره للزرار الديسلايك او عدم الاعجاب، يعني علشان يبقى في مجموعه مختاره من يعني اكتر لعدد المستخدمين في العالم. وتويتر قالت ان هي لما بدات تعمل ده كتست يعني او كاختبار، لقت فيدباك حلو جدا من الناس من التجارب الاوليه دي. صحيح، ويمكن ده بناء على طلب الجمهور مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن ده متاح شويه في يوتيوب، مش موجود على وسائل التواصل على تويتر تحديدا وعلى الفيسبوك، لكن تويتر زي ما قلنا في هذا الخبر هي بتجرب بتوسع قاعده التجريب والاستخدام لفكره الديسلايك او عدم الاعجاب او التصويت السلبي للتغريدات على تويتر. بيان لتويتر قالت فيه: لقد تعلمنا الكثير بشان انواع الردود التي لا تجدوها ذات صله، اللي هي مش لا تدخل في نطاق اعجاب المستخدمين، ولذلك سنقوم بتوسيع هذا الاختبار. البيان بيقول: سيملك المزيد منكم على نسخه الموقع على الانترنت وقريبا على نسخ هواتف ايفون واندرويد خيار استخدام تصويت الرد المعارض.
تويتر بتعتبر أن التصويت السلبي أصبح الطريقة الأكثر استخداما للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى الذي لا يريدون رؤيته. بس أنا عن نفسي I dislike، يعني أنا لا أوافق ولا أعجب بكلمة التصويت السلبي. الترجمة العربي أنا مش عجباني، لأنه تصويت أولا الناس بتفتكر تصويت يعني voting، فأنت هنا ما بتعملش voting، أنت هنا بتدي react يعبر عن حالتك تجاه الحاجة اللي أنت بتقراها دي أو بتشوفها. في تغريدات كتير، ولو تنقل على الفيسبوك هيبقى في بوستات كتير بصراحة. لا ده أنا عن نفسي أول dislike، بصوا أول يعني لو نزل الديسلايك ده على الفيسبوك أول ديسلايك هعمله أي بوست ألمحه الهمام، يعني وأنا ماشي بسكرول داون كده لو لمحت بس كده همام كتب حتى لو صباح الخير. كفاية أنا معاك الصبح، لو يعني كفاية همام معايا الصبح لو كاتب صباح الخير هعمل له ديسلايك. شوفوا بقى أنا وصل لدرجة الديسلايك وبإيديا الاثنين. طيب شكرا من طيب خلينا نروح للمملكة المتحدة. تفضل المملكة روح. المملكة المتحدة تحديدا الملكة إليزابيث الثانية الملكة البريطانية بتستعد للاحتفال باليوبيل البلاتيني لوصولها للعرش البريطاني 75 سنة منذ اعتلائها العرش البريطاني. احتفالا بتلك المناسبة نشر الحساب الرسمي للأسرة الملكية على موقع انستغرام نشر العديد من الصور والخطابات والأعمال الفنية للأطفال أرسلوها وغيرهم طبعا من المواطنين أرسلوها للملكة للاحتفال بتلك المناسبة 75 سنة على 75 سنة. جلوس الملكة على العرش. صحيح. الحساب الرسمي للأسرة الملكية البريطانية أكد أنه الملكة إليزابيث بتبص على الرسائل فعلا وبتطلع عليها، وأنه خصوصا للأطفال بيبعتوها هي بتحب تقعد تقراها بحسب الموقع، يعني موقع الرسمي الملكي، وأنه فيها مثلا رسالة لطفل، يعني ده الموقع علق على كده، فبنعتقد أنه الملكة نفسها اللي معلقة على ده. في طفل عنده 9 سنين اسمه كريس قاعد يعني يكتب زي شعر فيه الملكة، وقاعد يوصف أو يقول إيه هي مواصفات الملكة المثالية، يعني ذا يعني خلينا نقول the ideal queen، الملكة المثالية بتبقى عاملة إزاي، فهي أخذت الكلام ده عليها يعني، أو أنه هو بعت لها هو الكلام ده. في برضو نواب في البرلمان البريطاني من أحزاب كتيرة قوي أكدوا أنه ساعة بيج بن الشهيرة مفروض أنها في مثل هذه الطقوس يعني تدق 70 مرة احتفالا باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، وأنه ده ضمن خطط الاحتفال المقرر عقده في الويكند اللي جاي أو نهاية عطلة الأسبوع. لا مش اللي جاي على طول، اللي هو ده شهر يونيو. شهر يونيو ده شهر يونيو والمدة هيبقى 4 أيام، يعني هياخد الويكند ومعاه يومين، لأنه ويكند يومين اثنين بس. صحيفة ديلي ميل البريطانية بتقول أنه من المحتمل أن تتضمن احتفالات زيارة الملكة إليزابيث الثانية إلى وستمنستر، ولا يزال العمل جاري لإزالة جميع السائلات في الوقت المناسب من برج إليزابيث المشيد على الطراز الفيكتوري، وبيضم ساعة بيج بن الشهيرة اللي بيبلغ وزنها 13 أو أكثر من 13 طن، وخضعت لعملية تجديد استمرت لمدة 5 أعوام. خلونا نروح لخبر آخر ظريف جدا ولطيف جدا وغريب جدا جدا. في مصور، حضراتكم عارفين الحياة البرية دي اللي بتكون الحياة اللي هي في يعني في البراري والغابات، في البراري والأماكن المفتوحة والغابات، وبيكون فيها عادة أنواع من الحيوانات طبعا مش موجودة في عندنا جوه المدينة، حتى عشان كده مثلا الناس اللي بتناهض وضد فكرة السيرك، واللي أنا طبعا منهم جدا، لأنه السيرك بيبقى فيه عدد كبير من الحيوانات مش المفروض تبقى عايشة في أماكن مقفولة، المفروض تكون ربنا خلقها في البراري والأماكن المتسعة. يعني في برضو من ضمن الحيوانات دي الدببة، والدب لما بتشوف الدب القطبي، يعني لما بتشوفه الحقيقة هو كائن جميل بشكل تحس أنك أنت عايز تحضنه كده وتلعب معاه. في مصور متخصص في الحياة البرية دي أخذ صور لمجموعة من الدبب عايشة في محطة أرصاد جوية بس مهجورة، ما يعني ما فيهاش أي روح أو حياة، على جزيرة روسية. والحقيقة إنه الدببة دي، يعني أنا لفت نظري في العنوان بتاع الخبر نفسه همام، وهو بيقولك إن الدببة بتقول لكم ممنوع الإزعاج، المكان ده مكاننا والمنطقة دي منطقتنا والمحطة دي أصلا مهجورة، سيبوها لنا بقى حدش يجي عندنا. المصور اللي التقط هذه الصور اسمه ديمتري كوخ، سافر أكثر من 12 ألف ميل حول ساحل تشوكوتكا من أجل الوصول إلى جزيرة رانجيل الروسية، وهي جزيرة مهجورة وهي محمية طبيعية تحت حماية اليونسكو، وتعرف بأعداد الدبب القطبية الكبيرة الموجودة فيها. لكن بعد ما قبلوا من سوء الأحوال الجوية المتوقعة ربما في هذه المنطقة،
المصور سلك منعطف واقترب من جزيرة صغيرة قرب الجزيرة المستهدفة، واكتشف مجموعة من الدببة القطبية المقيمة داخل محطة الطقس السابقة بالجزيرة والتي كانت تعمل خلال الحقبة السوفيتية قبل أن تغلق عام 1992. المصور الذي أمضى عامين في التخطيط لرحلته تمكن من التقاط صور للحيوانات اللي جعلت هذا المبنى منزل، حولت هذا المبنى إلى منزل منذ ذلك الحين منذ إغلاقه ربما باستخدام دبيتي أنا. الحاجات دي جدا يعني. دبيتي أنا أصلا يعني متخيلة شكل الدبب وهم حلوين كده. بص والله بص الجمال والكيوتنس. بص طب دول ما يتحبوش؟ طب إزاي ما يتحبوش؟ لكن أنا عندي سؤال يا منى، وأنت مهتمة بالحيوانات والحيوانات الأليفة تحديدا، هل لا كل الحيوانات ده سؤالي، هل الدببة حيوانات أليفة ولا مش أليفة؟ الفيديوهات بتؤكد لينا، الفيديوهات حول العالم كله بتؤكد لينا إنه لا، في مزارع وأماكن وجناين بيتم تربية الدببة فيها. أصلا فكرة أليف يعني إيه؟ يعني انت تعرف تربيه وتطبعه بطباع معينه. فهنا كلمه الاليف. فالدببه لا، ليها تمرينات وبتتدرب وبتقدر تطبعها بطباع معينه. يعني لو ماشي وشفت دب هي هيأذيني ولا لا؟ على حسب، في اكتوبر ولا في مصر الجديده ولا في التجمع؟ اعتقد التجمع اليومين دول وارد قوي تمشي تلاقي دب طالع لك عادي جدا. لكن هو بطبيعته مش مؤذي. لا 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 خالص. الدب نهائي، ده الدببه والبيبيز بتوعهم، الدببه الصغيرين ده بيتربوا في مزارع بيقعدوا مع الاطفال وبيلعبوا وبتاع، لا في حاجه في منتهى الجمال والالفه يعني. طيب نروح لموضوع تاني. برضو الحقيقه في قدر كبير جدا كبير جدا من الجمال والانسانيه والرقي. ذوي الهمم طبعا طول الوقت بنقول انه بيبقى جواهم مواهب محتاجه بس اللي يشجعهم ويطلع معهم الموهبه دي. من كام سنه فاتوا بدانا نشوف انه في بعض بيوت الازياء العالميه بتستعين بعارضي وعارضات أزياء من ذوي الهمم، والحقيقة إنه عملوا شغل هايل، وفي بيوت عالمية فظيعة زي جوتشي وحاجات تانية يعني، بيوت يعني براندز معروفة جدا بيستعينوا بذوي الهمم. آخرهم كان بيث ماثيوز وهي عندها 22 سنة وهي من ذوي الهمم، والحقيقة إن هي اختيرت لتمثل عروض أزياء أو تتقدم في عروض أزياء مع بعد ما وقعت عقد مع وكالة عرض أزياء كبرى. صحيح. بدأت هذه الفتاة العمل في مجال عرض الأزياء، العيلة بتاعتها بدأت تلاحظ هذه الموهبة في مجال عرض الأزياء، بدأت في البحث لها عن فرصة واستطاعت إثبات موهبتها. والدة بيث قالت، أو التي تدعى هي اسمها فيونا ماثيوز، قالت هي مسرورة جدا عشان بنتها تكون جزء من عالم عارضات الأزياء. بتقول والدتها عندما ولدت بيث كانت تجربة سلبية، زي ما احنا ربما بنتصور في البداية لو كان في أي طفل ولد عنده متلازمة داون أو أي مرض، كنا أو لازلنا ربما بعض الناس بتتصور أنها نقطة سلبية، لكن بعد ما استمرت في حياتها هي تخيلت ان الموضوع هيكون صعب للغايه، لكن قالت ان العكس هو الصحيح تماما. قالت ايضا اعتقد اننا مررنا بلحظات زي اي اباء الذي عندهم طفل صغير، لكن بشكل عام بيث تجاوزت التوقعات دايما، لم تضع اي حواجز امام التعلم. يمكنك رؤيتها اليوم، لقد تحولت للتو الى سيده شابه رائعة للغاية. شايف الجمال والرقية على الشاشة يعني؟ لا حقيقي مش بنقول كده عشان يعني بنشجعها، مش لا تضامن، لا مش تضامن، هي قمر. ده شكل حرفي، هي يعني بشكل حرفي يا منا. ويمكن احنا كنا معتقدين ان أمر. حتى في الغرب بينظروا، صحيح الموضوع اتغير، لكن يبدو ان الظواهر السلبية او يعني خلينا نقول التصورات السلبية عند ذوي الهمم برضو موجودة عند الغرب، وبقدر الامكان بنحاول نغير ده سواء هنا في مصر او في العالم كله. لما نشوف قصة زي دي ونشوف قصص ممثلة، وإحنا هنا حتى في هذا الصباح عرضنا قصص كتير وممثلة، وعندنا حتى اهتمام من الدولة بذوي الهمم، الموضوع بتغير، نظرة المجتمع إلى ذوي الهمم بتتغير. دورنا كإعلام ودور المجتمع أن هو يغير هذه النظرة، دور الفن، دور مؤسسات الدولة، مؤسسات المجتمعية والشعبية أنها تغير هذه النظرة لذوي الهمم، لأنهم يستحقوا هذه النظرة الإيجابية، يستحقوا أنهم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي زينا كلنا. مصطلح التنمر نفسه بولينج طلع أصلا من عند الغرب،
وبالتالي ده بيؤكد انه الغرب كمان زي ما كان همام بيقول كان عندهم نسبه عاليه وما زال، بس كان الاول في نسبه عاليه جدا من التنمر لغايه بقى ما سنت قوانين طبعا، وبقى في بقى عرف مجتمعي وبقى في وعي كبير قوي انه ما ينفعش التنمر وكل بقى مساوئ طبعا والحاجات اللي بنتكلم عنها. وبالتالي عشان ما نبقاش بنصلخ ذاتنا طول الوقت، صحيح احنا برضو عندنا في مجتمعاتنا الشرقيه لسه لغايه دلوقتي عندنا التنمر، او خلينا نقولها اللي هي بالكلمه البلدي اللي بنقولها تريقه، تتريق على حد مختلف شكلا، مختلف لونا، مختلف ايا كان. فبرضو لا بقى عندنا وعي كبير قوي بانه دي ده حاجه وحشه او دي حاجه وحشه وده غلط. وبالتالي حقيقي حقيقي بث واللي زيها بيبثوا فينا الامل انه بجد يعني كل حاجه ممكن لو الاراده موجوده، كل حاجه باذن الله تعالى ممكن. طيب خلينا نروح لخبر صحي مهم جدا على هذا الموضوع. احنا عندنا نسبه كبيره، ما عنديش نسبه الحقيقيه منها، لكن نسبه كبيره او نسبه يعني عاليه من المجتمع عندهم مشاكل في القلب، ومشاكل اللي بتيجي للقلب انا مش دكتور في النهايه، لكن من ضمن الاسباب اللي سمعتها يعني انها بتيجي او بتسبب مشاكل كوليسترول. في القلب الكوليسترول. والموضوع هو مخفي لكن الموضوع مهم للغايه، وممكن صحيح. كتير مننا ما يعرفوش مخاطر الكوليسترول. صحيح في كوليسترول ايجابي او كوليسترول سلبي، هنشوف ده في الخبر، لكن في النهايه هو ده سبب رئيسي من اسباب المؤديه الى امراض القلب. الحقيقه انه في ناس ممكن تبقى ما عندهاش مشاكل خالص، وما عندهاش بقى زي النماذج اللي همام بيقولها انها ما عندهاش مشاكل قلب اصلا، ولكن فجاه يحس بشويه تعب بنوع معين، يروح للدكتور اعمل لي تحاليل، يرجع له اوبس انت الكوليسترول عندك عالي وفي لخبطه ولازم تبدا علاج. في حاجات عايزين نفهمها انه ايه الحاجات، وتحديدا الاكل، لان دي حاجه بايدينا نقدر نتحكم فيها. الاكل، التدخين، ممارسه الرياضه، كل دي حاجات نقدر نتحكم فيها. فايه نوعيات الاكل اللي ممكن تؤدي الى ارتفاع الكوليسترول، خصوصا انه في دراسه حديثه بتقول او بتؤكد وفقا للدراسه انه الجمبري وكان حاجه ثانيه والبيض، الاثنين دول الافراط في تناولهم، مش تناولهم، الافراط في تناولهم يؤدي او قد يؤدي الى الاصابه بارتفاع مستويات الكوليسترول. خلونا ناخد هاتفيا للمزيد من التفاصيل عشان ده موضوع يهمنا كلنا الدكتورة منى عبد المطلب استشاري التغذية. صباح الفل يا دكتور. يا صباح الأنوار. أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن فكرة الارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم في الجسم بشكل عام، بعض الناس ما عندهمش إدراك بمخاطر ارتفاع هذه النسبة. خلينا في البداية نتكلم عن مخاطر ارتفاع الكوليسترول، ومن ثم خلينا نتكلم برضو عن إيه هي الأطعمة تحديدا اللي بترفع مستوى الكوليسترول في الدم. تمام. هو احنا دلوقتي عندنا الكوليسترول طبعا زي ما حضراتكم عارفين عندنا نوعين في الجسم. عندنا النوع اللي احنا بنسميه وحش يعني الدكاتره احنا عارفينه باسم ال دي ال، والنوع الكويس اللي هو ال اتش دي ال. فاحنا دايما عايزين ناخد بالنا انه ال دي ال او الكوليسترول اللي هو اللي احنا مش عايزينه ده يبقى قليل في جسمنا. ليه؟ لانه لو زاد هيترسب في جدار الشرايين بتاعتنا، فده بيؤدي بالتبعيه الى كل بقى امراض زي ما حضراتكم عارفين تصلب الشرايين والجلطات لا قدر الله وامراض القلب، وهي دي الحاجه اللي احنا عايزين نحافظ انها ما تحصلش بقدر الامكان. هما دول النوعين اللي موجودين في جسمنا، دايما بنحاول سواء بالعلاج او لو يعني الكوليسترول الوحش ده عالي بندي علاج، لو بالاكل كمان يعني بنعمل الاثنين علشان نحاول دايما نقلله في الدم عندنا، علشان طبعا زيادته دي زي ما قلت حضرتك هتعمل لنا كل المشاكل. تمام. طيب دكتور منى، الدراسه اللي بنناقش حضرتك فيها دلوقتي بتتكلم تحديدا عن البيض والجمبري، واسمحي لي ابدا مع حضرتك بالبيض لانه حيرنا جدا الحقيقه. يعني انا عارفه انه من سنين كان بيتقال لا البلاش بيض ومريض الكوليسترول ما ياكلش بيض، بعد كده حديثا اتقال لا مين قال كده، بيضه واحده في اليوم تقيق من الذهاب للطبيب من كتر ما هي مفيده. يعني ايه الوضع بالنسبه للبيض في احدث ما توصل اليه العلم يا دكتور؟ هو طبعا احنا كنا زمان البيض ده بنمنعه فعلا وبنقول لا اللي عنده كوليسترول ما ياخدش وبتاع، بعدين الحمد لله دلوقتي بالدراسات اثبت العلم انه لا البيض ده يعني بنسميه اكتر حاجه بيولوجيكال فاليو اللي هو عالي القيمه، بروتين عالي القيمه جدا. صفار البيض ده نفسه فيه برضو اوميجا 3 وفيه معادن يعني بنسميها مايكرو نيوترينت او حاجات مغذيه جدا مهمه جدا سواء للاطفال او للكبار ان هم ياخدوها. وبعدين رجع تاني العلم قال انه خلي بالكم يا جماعه ان الكوليسترول مش معتمد اعتماد كلي على الاكل اللي انت بتاكله. انت لو بتاكل كويس او بتاكل اكل طبيعي فيه مستوى الكوليسترول الطبيعي اللي هو اقل من 300 ملي جرام في اليوم،
انت جسمك هو اللي بيصنع الكوليسترول، يعني بيصنع 70% من الكوليسترول. فما بقاش الكوليسترول معتمد اعتماد كلي على انت بتاكل ايه. طبعا الاكل السيء هيزود المشكله، لكن قصدي اقول لو بتاكل طبيعي الكوليسترول عندنا بيصنع 70% منه في الجسم. طبعا ده بيرجع الى حاجات جينيه وراثيه. ما ده كان سؤال يا دكتوره منى، يعني هل ممكن واحد اكله طبيعي اكله اقرب للصحي ويبقى الكوليسترول عنده مرتفع ممكن يعني يجي له أيوة كوليسترول بشكل جيني، يعني عن طريق طبعًا الجينات الموجوده عنده مش عن طريق طبعًا الاكل؟ ايوه. طب والحل ان ياخد دواء وقت الاسترس؟ يعني احنا وقت دايما الاطباء حتى وقت الدكتوراه والامتحانات وكده تلاقي الكوليسترول بتاعهم عالي، يعني طبعا في كذا مسبب اخر. والحل يا فندم؟ الحل بقى انه احنا لو عارفين بقى ان احنا من الناس او الشخصيات الكوليسترول عندهم بيعلى، يبقى احنا لازم نلتزم قوي ان احنا ما ناخدش بقى كمان حاجات من بره تزوده. طيب يعني الناس نسوق المشكله. طيب عشان نستفيد من البيض ومن الاوميجا 3 والمعادن والحاجات التانية اللي فيه، المقدار الطبيعي بتاعه قد ايه في اليوم او يوم لا ما اعرفش زي ما حضرتك تقولي. احنا ما عندناش مشكله خالص في البيض، في البيضه يوميا، وما عندناش مشكله خالص في الجمبري طالما حضرتك بتاخد الوحده اللي هو مثلا الثلاث جمبريات المتوسطين دول. ثلاثة ازاي يا دكتور؟ يعني ثلاث جمبريات ازاي ده؟ سوبر جامبو متوسطين. المتوسطين اكسترا سوبر جامبو. وبعدين هو الجمبري مش بيتاكل كل يوم، يعني الجمبريه هتبقى كيلو، فادخل لحضرتك بثلاثة كيلو ثلاث وحدات. انت قلتي لي ثلاث وحدات جمبري برضه دكتوره منى الجمبري ما بيتاكلش كل يوم، فلما تاكل تاكل بقى يعني. ده حقيقي. لا احنا ما عندناش مشكله في انه الندره، بس هو الفكره ان احنا اهم ما نركز على الحاجات دي. على فكره الناس مش كل يوم هتاكل فعلا زي ما حضرتك بتقول جمبري، بس الناس كل يوم بقى هتاكل مقليات، وده اللي احنا عايزين نبعد عنه. الناس كل يوم هتشرب حاجات فيها مبيض. طيب اسمح لي دكتوره منى، سؤالي الاخير، هل الكوليسترول مرتبط بالدهون الثلاثيه؟ يعني لو الدهون الثلاثيه زايده فبالضروره يزيد نسبه الكوليسترول؟ اول حاجه الدهون الثلاثيه مرتبطه اكتر بالسكريات البسيطه، يعني الحلويات والسكر الابيض اكتر تعليلك الدهون الثلاثيه، وده بنشوفه في الاطفال اليومين دول. على فكره انا بحذر الناس، بنشوفه بكميات كبيره جدا دهون ثلاثيه مرتفعه عند الاطفال. طيب انا عند الاطفال انا عندي سؤال اخير يا دكتور معلش بعد اذنك، عوده للبيض بس السؤال مختلف، السؤال عن بياض البيض. في ناس ودراسات برضو بتقول انه بياض البيض مفيد جدا جدا وما فيهوش ضرر زي الصفار. بياض البيض مفيد جدا لرفع مستوى البلازما في الجسم. ده حقيقي. واحنا بنستخدمه للناس اللي عندهم مشكله في البروتين او الناس اللي عندهم فشل كلوي، بنقدر نستخدم لهم او كبدي بنقدر نستخدم لهم بياض البيض، لانه بيبقى سورس عالي جدا للبروتين من غير ما نضرهم. يعني للحفاظ على الكلى والكبد بينصح ببياض البيض؟ مش للحفاظ، احنا عندنا يعني لو في عندنا مشكله في الكبد والكلى بنحاول نديهم كميه البروتين هم محتاجينهم من بياض البيض، علشان ده مش بيطلع يعني مش بيأثر على المشاكل اللي بتحصل بقى من الكبد والكلى فيما بعد. تمام. دكتوره منى عبد المطلب استشاري التغذيه، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا في هذا الصباح. والحقيقه دكتوره منى دايما بتفيدنا بنصائح المتعلقه بالتغذيه الطبيه، طبعا متعلقه بالتغذيه وحلولها بسيطه، حلولها سهله ما تعقدش الدنيا بالنسبه للمشاهدين. خلينا نروح لفاصل قصير مشاهدينا ونرجع مره ثانيه لنستكمل فقرات هذا الصباح. يا أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. نتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا ويهم 100 مليون مواطن مصري، نتكلم عن منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل هيئاتها. والحقيقة أنه بتعد نقلة حقيقية وتاريخية بالنسبة للنظام الصحي المصري. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة جدا بيخلي التأمين الصحي موجود ومتوفر لكل المصريين من جميع الأمراض. طبعا البداية احنا عارفين بدأت ببورسعيد، وعارفين ان في توسع بعد كده، والخطط بتشمل باقي محافظات مصر ان شاء الله تدريجيا، لكن في النهاية هي خطوة جيدة جدا اتعملت في وقت الحقيقة قياسي كبداية، وفي نفس الوقت كان في تحديات اكيد لبدء هذه المنظومة، ولكن ان شاء الله يا رب مع الأمل والسعي المستمر نكون قد هذه التحديات. ونتكلم هنتكلم أكتر عن دور هيئة الاعتماد والرقابة لوضع المعايير المهمة جدا لجميع المنشآت الطبية في مصر، وإزاي بيعتمدوا اللي بيدخل منها في منظومة التأمين الصحي الشامل، وإزاي بيعتمدوا العاملين في هذه المنشآت، لأن كل دي حاجات مهمة. لأن الحقيقة الحديث عن المعايير والجودة والدقة دي أصبحت النهاردة شيء أساسي في أي منظومة، وتحديدا طبعا عندما يتعلق الأمر بمنظومة الصحة في مصر.
ضيفنا اللي منورنا في استوديو هذا الصباح الدكتور حسام أبو صاتي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات المسؤولة عن منظومة التأمين الصحي الشامل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. من المؤشرات الأولية لمنظومة التأمين الصحي الشامل اللي طبقت في عدد من المحافظات، في 6 محافظات في المرحلة الأولى، بتقول قد إيه هذه المنظومة ناجحة بشكل واسع. ومن بين أسباب نجاح هذه المنظومة فكرة الحوكمة والإدارة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لدرجة أنه تم تقسيم هذه المنظومة إلى 3 هيئات: مقدم الخدمة أو منح الخدمة، والاعتماد والرقابة اللي حضرتك مسؤول عنها، وربما جهة أخرى متعلقة بالتمويل. إيه الفلسفة التي تقوم عليها فكرة الرقابة والاعتماد للهيئات الصحية المعتمدة؟ طيب، صباح الخير لحضراتكم، صباح الخير للسادة المشاهدين. أنا في البداية اسمحوا لي أن احنا نستغل وجودنا النهاردة في البرنامج أن احنا نعمل نوع من التعريف للسادة المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل. المنظومة دي أنشأت بقانون 2 لسنة 2018، قانون نظام التأمين الصحي الشامل، اللي هو تم إنشاء 3 هيئات زي ما حضرتك قلت بالضبط: هيئة الاعتماد والرقابة اللي احنا بصدد الحديث عنها النهاردة، ودي المنوط بها اعتماد المنشآت الصحية، وضع المعايير زي ما قالت الأستاذة منى بالضبط. كمان القانون ألزمنا أن المعايير دي يتم اعتمادها دوليا، يعني في جهة دولية هي الجهة دي الوحيدة الموجودة على مستوى العالم بتعتمد المعايير الخاصة بكل الدول الموجودة في العالم، اللي هي الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، اللي هي اختصارا بيقول عليها إسكوا. فإحنا في مصر دلوقتي شغالين بننشأ ونصنع هذه المعايير اللي بيها بيتم اعتماد المنشآت الصحية. الهيئة الثانية اللي هي هيئة التأمين الصحي الشامل، ودي الهيئة المنوط بها جمع الاشتراكات وجمع موارد للنظام والصرف على النظام. دي فلوس. ده رئيسها معالي الدكتور محمد مايط وزير المالية. الهيئة الثالثة ودي أحد مقدمي الخدمات الصحية، اللي هي هيئة الرعاية الصحية، اللي هي بترس منشآت وزارة الصحة بعد تأهيلها ورفع كفائتها، بتقول إلى أو بيتم نقل ملكيتها إلى هيئة الرعاية الصحية. يبقى احنا عندنا دلوقتي 3 هيئات، الثلاث هيئات دول شغالين في القانون. المنظومه تم اطلاقها بواسطه السيد رئيس الجمهوريه في يونيو 2019 في بورسعيد. المنظومه شغاله في بورسعيد يمكن احنا مقربين من 3 سنين تقريبا، يعني بقى لنا 2.5 سنين. 30/6 اللي جاي يكون بورسعيد بقى لها 3 سنين. في 16 فبراير 2021 السيد رئيس الجمهوريه أطلق التشغيل التجريبي للمنظومة في 3 محافظات: إسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر. السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار اللي هو التشغيل الرسمي والفعلي للمنظومة في بورسعيد والمنظومة في محافظة الأقصر. حاليا دلوقتي إسماعيلية شغالة تشغيل تجريبي. لو أنا قلت لحضرتك إن الفترة اللي فاتت دي، يعني إحنا دلوقتي شغالين في بورسعيد ده بشكل كامل، شكل كامل ورسمي شكل وكامل. الإسماعيلية الأقصر شغالة رسمي، لكن والأقصر. لكن بشكل يعني 80%. تمام. والإسماعيلية بشكل تجريبي. الإسماعيلية تجريبي. وجنوب سيناء كذلك. وجنوب سيناء تقريبي. والمحافظتين الموجودين معانا اللي احنا بنجهز فيهم دلوقتي السويس وأسوان. واحنا المفروض ان الخطة المحطوطة بواسطة وزارة الصحة ان يتم الانتهاء من المرحلة الأولى اللي هم 6 محافظات في 30/6/2022. تمام. طيب، الهيئة العامة للاعتماد كلها، هل هي المظلة الكبيرة اللي تحتها الثلاث تخصصات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي؟ لا يا فندم، ولا هي جزء من المنظومة؟ هي هيئات مستقلة، هي هيئات مستقلة، 3 هيئات. هي هيئات عامة، هيئات مستقلة تماما. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي الهيئة المنوط بها زي ما انا قلت كده وضع المعايير واعتماد المنشآت والرقابة عليها، والهيئة المالية، وهذه الهيئة تخضع للإشراف العام للسيد رئيس الجمهورية. هيئة التأمين الصحي الشامل المنوط بها تمويل النظام، دي بتخضع لإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء. هيئة الرعاية الصحية اللي هي أحد مقدمي الخدمات الصحية بتخضع لإشراف السيد وزير الصحة. حضرتك ذكرت في كل تعريف من التعريفات الثلاثة تقريبا كلمة المعايير، معايير ومعايير الجودة. تمام. المعايير دي بتكون بناء على إيه؟ أنا عارفة أن حضرتك ذكرت أنه في طبعا وبيبقى في عندنا معايير دولية برضو بنلتزم بيها، بس هل بيتم تمصير بعض المعايير بما يتوافق مع مجتمعنا ويتوافق مع احتياجاتنا وما إلى ذلك؟ ممتاز. أنا يعني أنا بشكر حضرتك جدا ومبسوط جدا من كلمة تمصير. لأن الكلمة دي يمكن إحنا وإحنا في وزارة الصحة في 2007 مع معالي الوزير الأسبق الدكتور حاتم الجابري، لما كنا بنشتغل على وضع معايير لاعتماد المنشآت الصحية في بنود مصر العربية، كان من السهل جدا ان احنا نجيب معايير عالميه موجوده في العالم كله
ونترجمها ونستخدمها جوه مصر. لكن احنا لقينا ان في يعني صعوبه كبيره جدا لان الوضع جوه مصر ليه خصوصيه، وبالتالي الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه بالفريق العمل الموجود داخل الهيئه بمجلس الاداره برئيس مجلس الاداره باللجان النوعيه، يمكن اللجان دي يا استاذه منى اشتغل فيها 80 خبير مصري علشان يحطوا معايير مصريه احنا حطينا معايير للتخصصات المختلفه. النهارده احنا عندنا اعتماد من الاسكوا لاربع ادله، يعني عندنا اعتماد من الاسكوا لمعايير اعتماد المستشفيات، عندنا معايير الاسكوا او الاسكوا اعتمدت المعايير المعايير الخاصه بينا احنا اللي هي معايير المستشفيات خلصناها واعتمدناها من الاسكوا، معايير وحدات ومراكز الرعايه الصحيه الاوليه التحاليل الطبيه. تبقى ايه الجزء الخامس؟ الجزء الخامس احنا يمكن ده حصريا لحضراتكم، يمكن لسه امس بس جالنا ايميل من الاسكوا تم الموافقه على معايير احنا حاجه بنقول عليها الامبيولاتري كير اللي هي مراكز الطبيه المتخصصه، وحاطين جواه معايير الصيدليات ومعايير العيارات الخاصه، ويمكن دي هتعمل لنا انفراجه كبيره في المنظومه لان المنظومه احنا محتاجين القطاع الخاص يدخل بقوه معانا في المنظومه. يعني كده الخمس معايير اللي احنا معتمدينهم في مصر زي ما زمان قالت مصرناهم تم اعتمادهم من الاسكوا. احنا صنعناهم تم اعتمادهم من الاسكوا بشكل رسمي. تمام ممتاز. كل المعايير المصريه اعتمدت ممتاز. احنا شغالين دلوقتي اللي بقى لنا في المعايير شغالين عليه دلوقتي معايير بنوك الدم مراكز بنوك الدم وتجميع وفصل البلازما، شغالين في معايير مستشفيات الصحه النفسيه. يمكن هم دول اللي احنا في اظن من اسبوعين ثلاثه كده كان في اعتماد لمستشفى الزهور في بورسعيد وفي مستشفى اخر في بورسعيد اظن تم اعتماده من الاسكوا. ممتاز. اعتماده من الهيئه العامه لاعتماد والرقابه الصحيه لكن مش من الاسكوا. لا لا يا فندم، هو احنا اللي بنعتمد الهيئه العامه اللي هو اختصارا بنقول عليها جهار، الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه هي اللي بتعتمد اللي هي جهار بالانجليزي ككتابه يعني دي مصريه دي الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه اللي بتعتمد. احنا معاييرنا معتمده من الاسكوا احنا معاييرنا معتمده دوليا في اي اعتماد من حضراتكم كانه اسكوا هي اللي احنا في بورسعيد يا استاذ همام احنا في بورسعيد معتمدين 64 او مسجلين ومعتمدين، وانا هقول لحضرتك الفرق بين التسجيل والاعتماد. 64 منشاه صحيه، ال 64 منشاه صحيه دول منهم 6 مستشفيات، ست مستشفيات دول فيهم 3 مسجلين و3 معتمدين. وعندنا 36 وحده صحيه مسجله ومعتمده جوه محافظه الاقصر. الفرق جوه محافظه بورسعيد انا اسف. الفرق بين الاعتماد والتسجيل. التسجيل هو مرحله من مراحل الاعتماد، يعني انا لو قلت لحضرتك مثلا ان انا عندي متطلبات التسجيل وعندي معايير اعتماد، متطلبات التسجيل هي تقريبا من 25 ل 30% من معايير الاعتماد. يعني انا علشان ادخل المنشات الصحيه في المنظومه بسرعه لأن الاعتماد مرحلة شوية عايزة شغل وقت شوية، فأنا عملنا مرحلة كده في مصر، وده برضو يعني اختراع مصري، إن احنا عملنا مرحلة بنسميها تسجيل المنشآت الصحية. التسجيل ده بيسمح للمنشآت إن هي تتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل. يمكن النقطة اللي احنا ما قلناهاش في البداية إن أي منشأة صحية موجودة على أي مصر على أرض مصر أي كانت تبعيتها إيه أو أي كانت تبعيتها إيه يعني حكومية أو خاصة أو تبع الخدمات الطبية في القوات المسلحة أو تبع الخدمات الطبية في الداخلية أو تبع جمعيات أهلية أو تبع أي وزارات تانية زي وزارة البترول زي وزارة الكهرباء زي وزارة الأوقاف، أي منشأة صحية موجودة في مصر لها الحق في التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل. هو الشرط الوحيد إن هي تحصل على التسجيل أو الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. طيب مش ممكن ما نسألش حضرتك عن دور الهيئة وتعاملها مع حياة كريمة، وحياة كريمة بتكلم فيها على كل مناحي الحياة المختلفة، ودايما بيبقى تركيزنا الأكتر مش بس على السكن وإنما السكن الصحة والتعليم ومناحي أخرى طبعا كثيرة. يعني إيه هنا دور الهيئة يا فندم؟ طبعا يا فندم، يعني بجانب الفلسفة العامة من مبادرة حياة كريمة وهي رفع يعني مستوى الخدمات اللي بتقدم للمواطن المصري ورفع كفاءة الحياة للمواطن المصري، لكن حياة كريمة بتعمل لنا في منظومة التأمين الصحي الشامل حاجة مهمة جدا جدا جدا. يمكن في البداية أنا ما قلتش لحضراتكم إن المنظومة في القانون كانت المفروض تطبق على 15 سنة. السيد رئيس الجمهورية وجه إن المنظومة تتطبق خلال 10 سنين. 10 سنين حضرتك مر منهم سنتين، احنا بقلنا 8 سنين. علشان نطبق المنظومة بالمعدل اللي احنا شغالين بيه حاليا دلوقتي هيبقى صعب جدا ان احنا نطبقها في 8 سنين. جات مبادرة حياة كريمة عشان تحللنا اللغز ده. احنا النهاردة عندنا في المرحلة الأولى أكتر من 1200 وحدة صحية بيتم إنشائهم إنشاء جديد أو رفع كفائتهم في مبادرة حياة كريمة. كل المنشآت الصحية 1200 1200 وحاجة نسبتهم كم من مجمل المنشآت؟ لا ده المرحلة الأولى ده يعني تقريبا تلت المنشآت
تعرف حاجه كريمه، حضرتك هتطبع 3 سنين صحيح. فخلال الثلاث سنين انا هكون تقريبا خلصت المنشآت الصحية الموجودة في القرى وفي المراكز كلها. فأنا عايز أقول لحضرتك بنعمل إيه بقى؟ إحنا الوقت لما بنيجي ننشئ وحدة صحية جديدة في مبادرة حياة كريمة، الوحدة الصحية دي بنراجع التصميمات بتاعتها، التصميمات الإنشائية في الهيئة عندنا في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عشان نتأكد إن الديزاين ده مطابق للمواصفات العالمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث إن أنا لما أنشئ الوحدة النهاردة ما يجيش بقى لما اجي ادخلها المنظومه اقول والله ده انا عايز اهد الحيطه دي، ده انا عايز افتح باب هنا، يعني أنا عايز افتح شباك هنا. اي ديفيشن او اي انحراف عن المسار انا شايفه انه محتاجه اعمله لانه الظروف بتحتم عليا كده، لو هفكر فيه او هعمله واطلب الموافقه عليه هعمله من الاول، هعمله دلوقتي عشان بعد الحصول من الديزاين وهو لسه رسم على الورق. لازم اعمله بدري في المراحل الاوليه الأولى. ودي فلسفه جديده، يمكن الموضوع ده موضوع خطير، ان الموضوع ده انا متخيل انه مش بوفر ملايين، انا متخيل ان الموضوع ده بوفر مليارات مليارات. ان انا النهارده شغال اي منشاه صحيه بيتم انشائها في مصر النهارده وهي لسه مشروع على الورق، بيتم وده توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، بيتم مراجعتها بواسطة الهيئة العامة لاعتماد والرقابة الصحية عشان نتأكد ان هي مطابقة للكود المصري للبنى، ونتأكد ان هي مطابقة لمعايير الاعتماد الخاصة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية. انا كمواطن، الكلام كويس وكلام جميل اللي حضرتك بتقوله، لكن انا كمواطن ادخل وحدة صحية، ادخل منشأة صحية، الا هجده من اختلاف بين المنشأة الصحية اللي خدت الاعتماد والمنشأة الصحية اللي لسه ما خدتش اعتماد. شوف انا اقول لحضرتك، المواطن من لحظة دخول المنشأة وحتى خروجه من المنشأة، يعني رحلة المواطن داخل المنشأة، احنا في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بنضمن ان هي تكون رحلة آمنة وسليمة، يعني ان المريض ياخد الخدمة الصحية بتاعته بجودة عالية، ان المريض ما يحصلوش نقل عدوى وهو موجود داخل المنشأة، ان المريض، انا هوصل حضرتك لمرحلة حتى نوع الارضيات اللي بتستخدم في المنشاه، ان انا مريض او مرافق المريض وهو جوه المنشاه ما يحصلوش انزلاق فيحصل له اصابه. شفنا الصور الموجوده في مستشفيات بورسعيد، الخدمه ناخد ما تصل الى خدمه فندقيه، هل ده هينطبق ويطبق على كل المستشفيات والمراكز الصحيه والوحدات الصحيه الموجوده في كل الجمهوريه اللي هتدخل ضمن التامين الصحي الشامل؟ بالظبط يا فندم كده، احنا دي المعايير اللي احنا بنشتغل بيها. لكن انا كمان عايز اقول كمان للساده المواطنين حاجه، اكتر من الديزاين واكتر من فخامه البنى، احنا كمان بنتكلم على جوده الخدمه نفسها، فعاليه الخدمه، ازاي انا كمريض ادخل للمستشفى اخد خدمتي اطلع معافى وسليم، اقدر ارجع شغلي. خلي بال حضرتك، هي امور بتترتب على بعضها، يعني دي كلها عوامل اقتصاديه في البلد. انا لما اكون موظف في شركه او مصنع او موظف في هيئه حكوميه وامرض وادخل اخد علاج غلط وبعدين ارجع تاني انام في المستشفى ومرضي يطول، غير لما انا ادخل اخد علاجي من اول مره صح، من اول مره صح ارجع اشتغل تاني وارجع لخط الانتاج بتاعي. انا عايز ارجع مع حضرتك بس منذ لحظات كده كنت بتتكلم على واستخدمت اكتر من مره كلمه الامن والاستخدام الامن للمنشاه الطبيه والتصميم الامن للمنشات الصحيه. برضو انا عايزه امثله تانية، وعايز اعرف برضو المواطن لما يسمع المصطلح ده من حضراتكم في الاعلام يعني ايه التصميم الامن للمنشآت الصحية؟ شوف حضرتك، التصميم الآمن للمنشآت الصحية احنا بنقصد بيه ان التصميم يخدم على متلقي الخدمة المرضى وزويهم، بيخدم على مقدم الخدمة بالزبط. بيخدم على البيئة المحيطة. يعني انا الوقت التصميم آمن زي ما قلت لحضرتك، لا يحصل عدوى لا 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 مقدم الخدمه ولا يحصل عدوى لمتلقي الخدمه. الوقت احنا شغلنا بيطلع عنه هذا، يعني بيطلع عنه نفايات طبيه مثلا. النفايات الطبيه دي كيف يتم التخلص من النفايات الطبيه عشان ما تاذيش البيئه المحيطه بالمكان اللي بيقدم الخدمات الطبيه. احنا بنبقى حريصين جدا ان احنا المريض من لحظه دخوله المستشفى او المنشاه الصحيه وحتى خروجه منها ان هو يتلقى خدمه امنه وسليمه، وفي حاجة بسموها الفعالية الإكلينيكية، يعني يتم تقديم الخدمة الطبية له طبقا لأدلة العمل الإكلينيكية، اللي زي ما قلت لحضرتك إن العيان من أول مرة ياخد خدمته صح. المراحل دي صعبة يا دكتور لتحقيقها يعني، وبعدين حضرتك بالحديث عن فكرة الاستدامة والبيئة، فإحنا بنتكلم على استراتيجية 2030 واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، فالتعامل مع البيئة بالمخلفات بالهواء بالكربون يوزج حتى أو الاستخدام الكربون، كل حاجة لازم تكون داخلة في تحت هذه المظلة الكبيرة ألا وهي التنمية المستدامة والاستدامة. شوف حضرتك، هو العالم النهاردة أحدث حاجة في العالم النهاردة بيتكلموا عن حاجة اسمها السستين
هوسبيتالز او المستشفيات المستدامه. حضرتك بتجيبي كلمات خطيره يا استاذ منى النهارده، يعني بيتكلموا دراسه يا فندم، انا واخده بذاكر طول النهار والله، بيتكلموا على السستينابيلتي بالذات، فيعني معلش بقى لازم على المستشفيات افرد عضلاتي شويه بعد اذنكم برده على المستشفيات الصحيه المستدامه. ويمكن يعني خليني ارجع الفضل لاهله، ان النهارده يمكن اول مستشفى في مصر بتطبق معايير السستين هوسبيتال او المستشفى المستدامه، ده المستشفى اللي بينشئها الدكتور مجدي يعقوب في 6 اكتوبر. يا طبعا ده 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 قيمه كبيره جدا، وده عالم كبير، وده كلنا بنتعلم منه. وهو يعني دايما عارف حضرتك، دايما المبادرات الجديده او التحول، منطقه التحول دايما بيقودها ناس عظماء. صحيح. يمكن احنا عندنا الدكتور مجدي يعقوب في حته المستشفيات المستدامه دي، اول مستشفى هتتعمل في مصر، اللي هي ايه؟ مستشفى بتوفر الطاقه، مستشفى بتوفر المياه، مستشفى بتعتمد على الموارد الطبيعيه. نسبه الاضاءه جوه المستشفيات تبقى بتعتمد على الموارد الطبيعيه. يعني انا لما ابني مستشفى النهارده حضرتك، يمكن دي ثقافه، يمكن كل الساده مقدمي الخدمه اللي هيسمعوني او الاطباء او العاملين في المجال الصحي هيعرفوا معنى اللي انا بقوله. انا لما ابني مستشفى النهارده في مصر، انا المستشفى ازاي يقعد معايا 50 سنه و100 سنه ما اقربش منه؟ ازاي انا النهارده ما ابنيش مستشفى واجي بعد سنتين ثلاثه اقول والله ده احنا محتاجين نعمل وحده غسيل كلوي في الحته الفاضيه دي؟ ده طب والله او كان بيحصل قبل كده، ده اللي بيحصل في كل مستشفياتنا قبل كده. فاحنا النهارده حضرتك بنشتغل كتير وبناخد وقت كتير في مراجعه التصميمات علشان نضمن فكره الاستدامه. طيب احنا كل ما نشوف من شويه بعض الاحصائيات المتعلقه بعدد المستشفيات واعتماد المستشفيات في المحافظات ونسب دخول المستشفيات في هيئه الرقابه والاعتماد، من بين اهم التحديات اللي كنا بنعاني منها سابقا في الاداره في مصر بشكل عام بما فيها الصحه، فكره المتابعه والرقابه اللاحقه للخدمة. ممتاز. اللي هي الفولو اب. بالظبط. ممتاز. هل من فلسفه الهيئه ان يكون في رقابه لاحقه على الاعتماد؟ هو يا فندم الهيئه من اسمها، هي الهيئه عندنا هي جزئين، الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه. هي الهيئه عندنا في جزء متعلق بوضع المعايير والاعتماد، في جزء ثاني بيتعلق بالرقابة. الرقابة عندنا بتفعل مباشرة على أي منشأة صحية بيتم تسجيلها أو اعتمادها. أي منشأة صحية النهاردة، يعني النهاردة أنا عندي 147 منشأة صحية مسجلين ومعتمدين جوه الهيئة. ال 147 دول هم خاضعين للرقابة عندي، للإدارة المركزية للرقابة. يتم المرور على هذه المنشآت بصورة دورية وبصورة مخططة وغير مخططة عشان اتاكد من استمرار التزام المنشاه بتطبيق متطلبات التسجيل. لكن اولا لابد ان تحصل على اعتماد، يعني لو في مستشفى لم تحصل على اعتماد ما ينفعش حضرتك تروح تراقب عليها. ده بالنسبه للقانون حاليا، بالنسبه لقانون التامين الصحي الشامل حاليا. لا انا لا ماليش صلاحيه ان انا اراقب الا على المستشفى اللي تم تسجيلها او اعتزلها. طيب عشان برضو نلخص جزء كبير من اللي ذكره دكتور حسام، احنا معانا انفوجرافيا فندم او عرض بنتكلم فيه عن بعض الخدمات اللي بتقدمها هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه لمقدمي الخدمات بقى تحديدا، لانه زي ما دكتور حسام طبعا شرح، احنا عندنا مقدم الخدمه وعندنا متلقي الخدمه وعندنا التمويل نفسه، او يعني ازاي يتم ضخ الاموال في او هذه المنظومه. تعالوا نشوف مع بعض هذا العرض.
كانت بعض التوجهات ربما او المعايير لمقدمي الخدمه للتسجيل والاعتماد في الهيئه العامه للتسجيل والاعتماد ضمن منظومه التامين الصحي الشامل. لازم ناخذ دكتور حسام، لكن سؤال اخير لحضرتك مشرفنا طبعا في هذه الفقره النقاشيه اللي اعتقد انها هامه جدا وهامه للغايه. كان في من سنه تقريبا او اقل من سنه بعض المؤشرات، بعض الاحصائيات والارقام والتصويت اللي حصل في بورسعيد حول او انعكاس او ردود افعال المواطنين حول الخدمه الصحيه المقدمه، هل ده بيتكرر في عدد المحافظات اللي طبقت فيها التامين الصحي الشامل؟ ده ممتاز وده سؤال ممتاز، وده يعني بيديني اتاحه ان انا اقول حاجتين، ان انا اقول اللي بيتم وان انا اوجه رساله للساده المواطنين. اللي بيتم ان احنا عندنا اداره كبيره جدا وجزء كبير جدا من شغلنا متعلق برضا المتعاملين. صحيح. الفريق بتاعنا بينزل يعمل استبيانات فعليه على الارض، الفريق بتاعنا بيتلقى شكاوى في الفروع، وانا من هنا من المكان مع حضرتك بنقول، واحنا دايما لما بننشئ منظومات جديده انا بقولش لحضرتك ان احنا بنعمل منظومه والمنظومه دي شغاله مع المواطنين بنسبه 100%، خصوصا لما بقدم خدمات يا استاذ سامي. صحيح. الخدمات صعب جدا ولازم يكون في شكاوى منها. انا بدعو الساده المواطنين، احنا بنرصد كل الشكاوى اللي موجوده من المنظومه وبنعمل على حلها. حضراتكم احنا لينا فروع في كل المحافظات، الست محافظات لينا فروع في 5، لسه باقي لنا اسوان. اي شكوى من المنظومه يتوجه الى مقر الهيئه، مقرنا معروف في كل محافظه من المحافظات. واحنا تحت امر الساده. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا، نورتنا حقيقي، وشكرا على تبسيط حضرتك للمصطلحات العلميه اللي ممكن تبدو انها معقده، بس انا دايما اقول الحقيقه من حق المواطن علينا انه يعرف البلد بتعمل ايه، هي الدوله بتعمل ايه. فشكرا لحضرتك على توضيح السؤال. بصوت المدير التنفيذي للهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه على وجودك معنا في هذا الصباح وبهذا النقاش. مشاهدينا الاعزاء، نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه من هذا الصباح. نتمنى ان المنتخب المصري يحقق الفوز النهارده ويحصل النجمه الثامنه في بطوله كاس الامم الافريقيه، ونيجي بكره ان شاء الله الساعه 8 الصبح كلنا فرحانين ونعمل حلقه يا رب تكون كلها على المنتخب المصري وعلى الافراح اللي هتكون ماليه الشوارع باذن الله. يا رب ان شاء الله. شكرا ليك يا همام، متفائلين جدا يا رب، وان شاء الله يا رب يا رب النهارده ان شاء الله الساعه 9 بالليل نتفرج على ماتش حلو وجميل، وربنا يا رب ينصر منتخبنا ويفرح قلوبنا ونبات النهارده كلنا ان شاء الله واحنا مبسوطين. نشوف حضراتكم باذن الله. احنا هنيجي على الشغل على طول، هنيجي دايركتلي ان شاء الله. نشوف حضراتكم بكره ويتجدد لقائنا معاكم في تمام الثامنه صباحا وحلقه جديده من هذا الصباح على شاشه اكسترا نيوز. دمتم في امان الله.